عقد جديد مع فيتوريا، عقد نأمله مليء بالنجاحات والإنجازات، والأهم مشروع حقيقي يستمر لنهاية. I'm Rui Vitória, the Egyptian national team coach for the next 4 years. اليوم تحدث فيتوريا، تحدث بكثير من الوضوح عن أحلامه وتوقعاته عن مشروع بالمشاركة مع اتحاد الكرة. رفض الحديث عن لاعب بعينه واتكلم عن الفريق، عارف ظروفنا وعارف طبيعة الكرة عندنا. من الوهلة الأولى تحس إنه مش بتاع مبررات، بيحترم شغله، بيحترم اللي بيشتغلوا معاه. اللي فات من فيتوريا يعرفك إنه مدرب بيشتغل على التفاصيل، التفاصيل المعنوية كمان قبل التفاصيل الفنية. المهم مننا كلنا دلوقتي المساندة والمساندة وبس، وإننا نفهم إن مفيش مشروع بيبقى كله نجاحات، أكيد هنمر بأيام مش حلوة، المهم إن إن شاء الله الأيام الحلوة تفضل. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. النهارده اتحاد الكره المصري قدم روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر حتى 2026. بصراحه شديده زيه زي كل البرتغاليين، يخطفوك كده، يخطفوك بكلامهم. بيعرف يتكلم، بيعرف يودي رسائل، بيعرف يقول لك اللي انت عايز تسمعه وتعرفه وتفهمه. حلو، خدوا بالكم من نقطه، انه التدريب او بلاش التدريب، انك تكون شخصيه عامه، انك تبقى شخصيه مؤثره، دي ليها مهارات مش بس في الملعب، خارج الملعب كمان. المهاره الاولى اللي وريها لنا النهارده فيتوريا على الاقل في مصر، عشان احنا عارفين مهاراته بره مصر، انه بيعرف يتكلم، هادي، ذكي، بيعرف يوصل للعقل ويعرف يوصل للقلب، يعرف يحسسك ان انت في امان. ده اللي انا حسيته النهارده. اللي هيحصل بعد كده الله اعلم. ما قلتلكش مدرب كبير، ما قلتلكش مدرب عظيم، ما قلتلكش مدرب هينجح. هو طبعا كبير وعظيم عشان نجاحاته اللي قبل كده، بس ما اعرفش مع منتخب مصر هيعمل ايه. يعني لما اقول لك كلام حلو عن فيتوريا النهارده، دي انطباعات، مجرد انطباعات، لكن الواقع ان شاء الله يبقى كله خير. النهارده الراجل كان في منتهى الذكاء في الردود على كل الاسئله. انا دلوقتي زيكم مصري، اعتبروني مصري. ده اللي قاله فيتوريا النهارده. أنا همشي معاكم في كل التفاصيل، المشاكل فاهمها، الأزمات عارفها، الوضع هتعامل معاه، مش هقولك على الإيجابيات والسلبيات، أنا جاي أتعامل مع وضع. اللاعبين اللي عندكم كويسين، بس أكيد هيبقوا محتاجين تطوير. محمد صلاح أتكلم معاه، بس أنا مش هنا عشان أتكلم عن محمد صلاح، أنا جاي أتكلم عن الفريق كله. أنا عايز يبقى في مصر في محمد صلاح تاني، أنا جاي أعمل الكلام ده. أنا مش بتاع مبررات، مش بتاع أزمات. راجل ذكي جدا في تصريحاته. المؤتمر النهاردة كمان بالمناسبة كان شكله شيك، معلش قبل كده في المؤتمر بتاع كارلوس كيروش والمؤتمر بتاع إيهاب جلال أنا كان عندي تحفظات كثيرة على الشكل، ولما أقول الشكل فأنا أتحدث عن مؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخب مصر، فالشكل دي مش حاجة فرعية. النهاردة الشكل شيك، محترم، يليق بالكرة المصرية، يليق بصورتنا بكل التفاصيل. دي الحاجة الشكلية، أما الحاجة العملية هي تصريحات الرجل النهاردة، تصريحات الكابتن حازم إمام، والكلام كله كان كلام حلو. تعالوا نشوف جزء من الكلام ونرجع نكمل. بشكر مستر روي فيتوريا طبعا على وجوده معانا، وان راجل على المستوى الشخصي قبل ما يكون الفني هو شخصيه محترمه جدا جدا، على المستوى الانساني راجل محترم متفهم جدا وعارف يعني ايه مصر وقيمه مصر وقيمه منتخب مصر.
وبشكر كل اللي يعني مش عايز اطول كتير، لكن بشكر كل اللي سهلوا امور التعاقديه، بشكر كريم طبعا على مستوى المانجرز وأورزال وكاجو كل الناس اللي كان ليها دور في التعاقد مع مستر روي، وبتمنى له التوفيق ان شاء الله ومستنيين منه كتير، وبشكر كل الاعلاميين المتواجدين يعني نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله دايما تكونوا في ظهرنا ونحاول ان احنا نعمل حاجه كويسه لمصر. محدش هيعمل كل حاجه صح دايما، اكيد هنقع في النص، لكن بنحاول ان احنا نعمل الصح، فطبعا واحنا بنعمل الصح ممكن ننزل شويه نطلع شويه، لكن دايما واثقين ان الاعلام المصري الرياضي في ظهرنا وعايز الصالح العام، وده اللي احنا عايزينه كاتحاد كوره. فكل الدعم ان شاء الله لمستر روي فيتوريا وجهازه الفني الفتره اللي جايه. احنا بنشتغل على 4 سنين، وده يمكن لاول مره في تاريخ اتحاد مصر في كره القدم ان يعمل عقد 4 سنين مع مدير فني، ده نظرا ان احنا نثق في مستر روي فيتوريا كشخصيه قياديه وشخصيه فنيه هتزودنا ان شاء الله وهتفيدنا جدا جدا. اولا انا اشتغلت في نوادي كتير جدا، بس في خلال الفتره ديت سيم تيف اوما بريوكوباسيون كون اسبيكتس دي اورجانيزاسيون كون بروجيتوس، ما كانش عندي دايما التخوف او ان انا افكر في ازاي هم هينظموا او ازاي بيبقى في مشروع كبير للنوادي دي. ان فاريوس كلوبز اون دوستيف تيف مايز تيف 4 انوس، وفي الاكثريه من النوادي اللي انا اشتغلت فيها فضلت ادرب هناك اكثر من 4 سنين امبيسيون ترينر ومسلاسون، من غير ما يكون عندي الحماس ان انا ادرب المنتخب الاول. وين سون جوفين دلوقتي، انا لسه صغير ماج تيني استا فونتاد دي دي ستار افرنت اون بايس، لسه شاب وطبعا قدامي دلوقتي الامل ان انا اكون في براتيكا علشان نفكر مع بعض. اي فوي اس اس امبيسيون يا اس موتيفاسيون كي مي فيزارون فيل بايجي، والعمليه ديت ان انا عملي جدا وان احنا دلوقتي بنفكر في حاجه زي مشروع، هو دوت اللي خلاني اجي مصر افورما كومو بالطريقه اللي زي كابتن حازم ازم امان مش بليكو نوج مشترو ازيدايش يستار افرنت اوما ناسيون كون مايز دي 100 مليون بيرسونز، وزي ما كابتن حازم قال لي ان احنا هنبقى شغالين على بروجكت او هنبقى شغالين على مشروع بيدعمه 100 مليون متفرج. او موتيفو دي جراند ساتيسفاكسيون دي جراند اورجول يو نو بوديا ديزير كنام، دي حاجه خلتني ابقى متفائل جدا، حاجه خلتني ابقى مبسوط جدا، كان اوفر ان انا ما اقدرش اقول له لا. بريستين فاريز ايدياس، وطبعا انا عندي اكتر من فكره. جوست ترافالار كون جوفنتود نيس ميز ايكيباس، وبحب اشتغل جدا مع الشباب من المنتخبات. جوست ستار نون كلوب نيس كاز نوما نوما ايكيبا اي اولار با تودو كي مي انفولف اي انفولفيرم كون اساس كون اساس ايدياس كون اس ديبارتمنت. بحب جدا وحابب جدا ان انا اكون في منتخب او في نادي او في ان انا اكون موجود في منتخب وفي حواليا ناس كتير بيدعموني وبيدعموا الفكره وبيدعموا الافكار اللي انا بفكر فيها. وش باترانش لمدة 4 سنين. Foi aquilo que entendemos que era lógico e a ideia para passar esta ideia de projeto. دي الحاجة اللي فهمتها إن إحنا عندنا vision، عندنا quase um ciclo que se tem que fazer. وعندنا mission، عندنا project، عندنا مشروع لازم نشتغل عليه في خلال الأربع سنين ديت، وهو دوت اللي هيكون بيدعم الأفكار اللي أنا لسه قايلها دلوقتي. No final, acabou por ser muito simples entender esta في الاخر كان بالنسبه لي حاجه سهله جدا ان انا افهم الفكره، ازاي يبقى في مشروع، المشروع دوت هشتغل عليه بالافكار ديت وهنقدر نوصل بيه لحاجه كويسه. Uma vontade muito grande das duas partes. طبعا دي حاجه كويسه جدا بالنسبه للناحيتين، بالنسبه لمصر وبالنسبه لي انا كشخص. Eu não queria estar a particularizar. انا مش عايز اتكلم عن حد بعينه. São coisas particulares que não vale a pena, mas já tivemos, já trocamos. دي حاجة ما بيني وما بين الناس هنا، فأنا طبعا دخلنا. جا فلاش. فعلا تواصلت معه. Mas atenção que o que eu vos quero dizer é que tenho o máximo respeito por tudo aquilo que foi o trabalho feito até aqui por todos os jogadores. بس في حاجة أنا عايز أقولها إن أنا بحترم جدا اللعب الجماعي وبحترم جدا كل الأعضاء اللي شغالين مع بعض. O Salah é de facto uma grande referência no mundo. Captain Salah طبعا هو لعيب معروف جدا في العالم كله. O que nós vamos tentar fazer é criar novos Salahs. بس اللي احنا هنقدر اللي احنا هنحاول نعمله ان احنا نعمل صلاح جديد. E dizer que o Salah ou qualquer um de nós sozinho
وهنقول طبعا وده طبعا اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي ان كلنا واحد لوحده عمره ما بيشتغل لوحده. Todos os jogos, todos os jogadores irão ter a minha atenção, obviamente. طبعا كل اللعيبه هيبقى ليهم الحماس وكل اللعيبه هيبقى ليهم نفس المعامله من عمدي. E vocês irão ver isso muito rapidamente. وانتوا هتشوفوا الكلام ده بسرعه جدا. Ainda não tive a oportunidade de falar com eles. أنا ما جاتليش الفرصة لحد دلوقتي إن أنا أتكلم مع البرتغاليين. Até pessoalmente. بس دلوقتي أنا هبدأ أتكلم معاهم شخصياً. Irei falar com todos os treinadores. وهتكلم مع المدربين كلهم. Da primeira divisão. في الدوري المصري. Ficam já a saber. طبعاً لازم كلكم تعرفوا إن أنا هتكلم مع المدربين كلهم مش البرتغاليين فقط. Aquilo que eu desejo é que quer os portugueses, quer os egípcios. بس طبعا اللي انا عايز اقوله ان هم برتغاليين مصريين من اي حته في العالم فاسون بون ترافايل اي كي اجودن ايفوير فوتبول ايجيبسي اللي انا هكون محتاجه منهم واللي انا هكون عايزه ان هم يعملوا شغل كويس جدا ويتمرنوا بطريقه كويسه جدا علشان يساعدوا الكره المصريه ان هي تتطور. ان ريلاسيون اس بورتوغيز ايري تير اتي بوسيبلمنت جا امانيا اوبورتونيداد تار كو اس دويس. طبعا بما اننا بنقول ان في هنا مدربين برتغاليين فطبعا ان شاء الله بكره احتمال كبير اتقابل مع اثنين منهم. Não, a mensagem é esta. رسالتي هي. Às vezes é muito bom nós virmos de fora. تقريبا ساعات بتبقى حلو قوي ان احنا شايفين من بره. Porque vamos ver a fotografia. فممكن نشوف صوره مثلا. Quase de início. والصوره دايما بتبقى في الاول. Aquilo que eu posso dizer a todos os jogadores egípcios. بس اللي انا عايز اقوله لكل اللعيبه المصريين. É que eu e minha equipa técnica. ان انا وفريق. Já começamos a observar vários jogos e vamos observar todas as equipas do nosso campeonato. انا وفريقي الفني خلاص احنا بدانا نتفرج على الماتشات احنا بدانا نتفرج على اللعيبه وبدانا نشوف كل اللعيبه بيلعبوا ازاي. Começa aqui um novo ciclo. وبنبدا من دلوقتي سايكل جديده بنبدا من دلوقتي خطوه جديده. Quem joga são eles. اللي بيلعب طبعا اللعيبه. Nós só validamos احنا que o jogador mostra. احنا بس هنقول فعلا انت بتلعب مظبوط او بتلعب بالطريقه المظبوطه اللي احنا عايزينها ولا لا. Todos terão da minha parte a máxima atenção em igualdade de circunstâncias. وطبعا زي ما قلت قبل كده ان انا هدي كل اللعيبه الاتنشن بتاعي كله علشان كل اللعيبه تستحق الاتنشن ده. يا اهلا بحضراتكم مرة أخرى. يا اهلا بحضراتكم حلقه جديده من رقم 10. النهارده اتحاد الكره المصري قدم روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر حتى 2026. بصراحه شديده زيه زي كل البرتغاليين يخطفوك كده يخطفوك بكلامهم. بيعرف يتكلم بيعرف يودي رسائل بيعرف يقول لك اللي انت عايز تسمعه وتعرفه وتفهمه. حلو. خدوا بالكم من نقطه انه التدريب او بلاش التدريب انك تكون شخصيه عامه انك تبقى شخصيه مؤثره دي ليها مهارات مش بس في الملعب خارج الملعب كمان. المهاره الاولى اللي وريها لنا النهارده فيتوريا على الاقل في مصر عشان احنا عارفين مهاراته بره مصر انه بيعرف يتكلم هادي ذكي بيعرف يوصل للعقل ويعرف يوصل للقلب يعرف يحسسك ان انت في امان. ده اللي انا حسيته النهارده. اللي هيحصل بعد كده الله اعلم. ما قلتلكش مدرب كبير، ما قلتلكش مدرب عظيم، ما قلتلكش مدرب هينجح. هو طبعا كبير وعظيم عشان نجاحاته اللي قبل كده، بس ما اعرفش مع منتخب مصر هيعمل ايه. يعني لما اقول لك كلام حلو عن فيتوريا النهارده دي انطباعات، مجرد انطباعات، لكن الواقع ان شاء الله يبقى كله خير. النهارده الراجل كان في منتهى الذكاء في ردود على كل الاسئله. انا دلوقتي زيكم مصري، اعتبروني مصري. ده اللي قاله فيتوريا النهارده. أنا همشي معاكم في كل التفاصيل.
المشاكل فاهمها، الأزمات عارفها، الوضع هتعامل معاه. مش هقول لك على الإيجابيات والسلبيات، أنا جاي أتعامل مع وضع. اللاعبين اللي عندكم كويسين بس أكيد هيبقوا محتاجين تطوير. محمد صلاح اتكلم معايا، بس أنا مش هنا عشان أتكلم عن محمد صلاح، أنا جاي أتكلم على الفريق كله. أنا عايز يبقى في مصر في محمد صلاح تاني، أنا جاي أعمل الكلام ده. أنا مش بتاع مبررات، مش بتاع أزمات. راجل ذكي جدا في تصريحاته. المؤتمر النهارده كمان بالمناسبه كان شكله شيك. معلش، قبل كده في المؤتمر بتاع كارلوس كيروش والمؤتمر بتاع إيهاب جلال انا كان عندي تحفظات كثيره على الشكل، ولما اقول الشكل فانا اتحدث عن مؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخب مصر، فالشكل دي مش حاجه فرعيه. النهارده الشكل شيك محترم، يليق بالكره المصريه، يليق بصورتنا بكل التفاصيل دي، الحاجه الشكليه. اما الحاجه العملية هي تصريحات الرجل النهاردة، تصريحات الكابتن حازم إمام، والكلام كله كان كلام حلو. تعالوا نشوف جزء من الكلام ونرجع نكمل. بشكر مستر روي فيتوريا طبعا على وجوده معنا، وان راجل على المستوى الشخصي قبل ما يكون الفني هو شخصية محترمة جدا جدا، على المستوى الإنساني راجل محترم متفهم جدا وعارف يعني إيه مصر وقيمة مصر وقيمة منتخب مصر. وبشكر كل يعني مش عايز أطول كتير، لكن بشكر كل اللي سهلوا أمور التعاقدية، بشكر كريم طبعا على مستوى المانجرز وأورزال وكجهود كل الناس اللي كان ليها دور في التعاقد مع مستر روي، وبتمنى له التوفيق ان شاء الله ومستنيين منه كتير. وبشكر كل الاعلاميين المتواجدين، يعني نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله دايما تكونوا في ظهرنا ونحاول ان احنا نعمل حاجه كويسه لمصر. محدش هيعمل كل حاجه صح دايما، اكيد هنقع في النص، لكن بنحاول ان احنا نعمل الصح. فطبعا واحنا بنعمل الصح ممكن ننزل شويه نطلع شويه، لكن دايما واثقين ان الاعلام المصري الرياضي في ظهرنا وعايز الصالح العام، وده اللي احنا عايزينه كاتحاد كوره. فكل الدعم ان شاء الله لمستر روي فيتوريا وجهازه الفني الفتره اللي جايه. احنا بنشتغل على 4 سنين، وده يمكن لاول مره في تاريخ اتحاد مصر في كره القدم نعمل عقد 4 سنين مع مدير فني، ده نظرا ان احنا نثق في مستر روي فيتوريا كشخصيه قياديه وشخصيه فنيه هتزودنا ان شاء الله وهتفيدنا جدا جدا. أولاً، أنا اشتغلت في نوادي كتير جداً، بس في خلال الفترة ديت ما كانش عندي دايماً التخوف أو إن أنا أفكر في إزاي هم هينظموا أو إزاي بيبقى في مشروع كبير للنوادي ديت. وفي الأكثرية من النوادي اللي أنا اشتغلت فيها فضلت أدرب هناك أكثر من 4 سنين من غير ما يكون عندي الحماس إن أنا أدرب المنتخب الأول. دلوقتي أنا لسه صغير، لسه شاب، وطبعا قدامي دلوقتي علشان نفكر مع بعض. والعملية ديت ان انا عملي جدا، وان احنا دلوقتي بنفكر في حاجة زي مشروع، هو دوت اللي خلاني اجي مصر بالطريقة اللي زي كابتن حازم امان مشبليكو نوج مشترو ازيدايش يشتغل على فرنت ومنصان كون معج 100 مليون بسوش. وزي ما كابتن حازم قال لي ان احنا هنبقى شغالين على بروجكت او هنبقى شغالين على مشروع بيدعمه 100 مليون متفرج. اون موتيفو دي جراند ساتسفاسيون دي جراند اورجول يو نو بودي ديزير كنا. دي حاجه خلتني ابقى متفائل جدا، حاجه خلتني ابقى مبسوط جدا، كان اوفر ان انا ما اقدرش اقول له لا. بريستين فاريز ايدياز، وطبعا انا عندي اكتر من فكره. جوست ترافالار كون جوفنتود نج ميز ايكيباس، وبحب اشتغل جدا مع الشباب من المنتخبات. جوست ستار نون كلوب نيس كاز نوما ايكيبا اي اولار با تودو كي مي انفولف اي انفولفيرم كون اساس كون اساس ايدياز كون اس ديبارتمنت. بحب جدا وحابب جدا ان انا اكون في منتخب او في نادي او في ان انا اكون موجود في منتخب وفي حواليا ناس كتير بيدعموني وبيدعموا الفكره وبيدعموا الافكار اللي انا بفكر فيها.
لمدة 4 سنين. Foi aquilo que entendemos que era lógico e a ideia para passar esta ideia de projeto. دي الحاجة فيزون. اللي فهمتها ان احنا عندنا فيجن عندنا كواز اون سيكو كستينغ فازير وعندنا ميشن عندنا بروجكت عندنا مشروع لازم نشتغل عليه في خلال الاربع سنين ديت وهو دوت اللي هيكون بيدعم الافكار اللي انا لسه قايلها دلوقتي معاك. في الفينال اكابو بور سي موينت سيمبلش انتندر اشتا ايديا في الاخر كان بالنسبه لي حاجه سهله جدا ان انا افهم الفكره ازاي يبقى في مشروع المشروع دوت هشتغل عليه بالافكار ديت وهنقدر نوصل بيه لحاجه كويسه. Uma vontade muito grande das duas partes. طبعا دي حاجه كويسه جدا بالنسبه للناحيتين بالنسبه لمصر وبالنسبه لي انا كشخص. Eu não queria estar a particularizar. انا مش عايز اتكلم على حد بعينه. São coisas particulares que não vale a pena, mas já tivemos, já trocamos. دي حاجه ما بيني وما بين الناس هنا فانا طبعا دخلنا جا فلاش. فعلا تواصلت معاه. Mas atenção que que eu vos quero dizer é que tenho o máximo respeito por tudo aquilo que foi o trabalho feito até aqui por todos os jogadores. بس في حاجة أنا عايز أقولها إن أنا بحترم جدا اللعب الجماعي وبحترم جدا كل الأعضاء اللي شغالين مع بعض. O Salah é de facto uma grande referência no mundo. كابتن صلاح طبعا هو لعيب معروف جدا في العالم كله. O que nós vamos tentar fazer é criar novos Salahs. بس اللي احنا هنحاول نعمله إن احنا نعمل صلاح جديد. E dizer que o Salah ou qualquer de nós sozinho وهنقول طبعا وده طبعا اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي ان كلنا واحد لوحده عمره ما بيشتغل لوحده. Todos os jogos, todos os jogadores irão ter a minha atenção, obviamente. طبعا كل اللعيبه هيبقى ليهم الحماس وكل اللعيبه هيبقى ليهم نفس المعامله من عندي. E vocês irão ver isso muito rapidamente. وانتوا هتشوفوا الكلام ده بسرعه جدا. Ainda não tive a oportunidade de falar com eles. انا ما جاتليش الفرصه لحد دلوقتي ان انا اتكلم معاهم البرتغاليين. Até pessoalmente. بس دلوقتي انا هبدا اتكلم معاهم شخصيا. Irei falar com todos os treinadores. وهتكلم مع المدربين كلهم. Da primeira divisão. في الدوري المصري. Ficam já a saber. طبعا لازم كلكم تعرفوا ان انا هتكلم مع المدربين كلهم مش البرتغاليين فقط. Aquilo que eu desejo é que quer os portugueses, quer os egípcios. بس طبعا اللي انا عايز اقوله ان هم برتغاليين مصريين من اي حته في العالم اللي انا هكون محتاجه منهم واللي انا هكون عايزه ان هم يعملوا شغل كويس جدا ويتمرنوا بطريقه كويسه جدا علشان يساعدوا الكره المصريه ان هي تتطور. طبعا بما اننا بنقول ان في هنا مدربين برتغاليين فطبعا ان شاء الله بكره احتمال كبير اتقابل مع اثنين منهم. Não, a mensagem é esta. رسالتي هي. Às vezes é muito bom nós virmos de fora. تقريبا ساعات بتبقى حلو قوي ان احنا شايفين من بره. Porque vamos ver a fotografia. فممكن نشوف صورة مثلا. Quase de início. والصورة دايما بتبقى في الأول. Aquilo que eu posso dizer a todos os jogadores egípcios. بس اللي أنا عايز أقوله لكل اللعيبة المصريين. É que eu e minha equipa técnica. إن أنا وفريق. Já começamos a observar vários jogos e vamos observar todas as equipas do nosso campeonato. انا وفريق الفني خلاص احنا بدانا نتفرج على الماتشات احنا بدانا نتفرج على اللعيبه وبدانا نشوف كل اللعيبه بيلعبوا ازاي. كوميسا كيونوف سيكو وبنبدا من دلوقتي سايكل جديده بنبدا من دلوقتي خطوه جديده. كان جوغا سون ايلز اللي بيلعب طبعا اللعيبه. نوش فاليدامش احنا كل جوغر موستر احنا بس هنقول فعلا انت بتلعب مظبوط او بتلعب بالطريقه المظبوطه اللي احنا عايزينها ولا لا. توتش تيرون da minha parte a máxima atenção em igualdade de circunstâncias. وطبعا زي ما قلت قبل كده ان انا هدي كل اللعيبه الاتنشن بتاعي كله علشان كل اللعيبه تستحق الاتنشن ده. يا اهلا بحضراتكم مرة أخرى. كلام في غاية الاحترام، كلام عاقل، كلام موزون، كلام ذكي. العادة بتاعة فيتوريا إنه كلامه بيبقى ذكي وأفعاله أذكى بكتير بكتير. هقول لكم حاجة وأنا قلتها لكم من يومين.
اول ما اتقال ان فيتوريا جاي يدرب منتخب مصر انا احب اشوف الراجل بيفكر ازاي. طبعا بعيد عن الامور الفنيه، الشخصيه تفرق معايا، عشان الشخصيه دي اللي بيتبني عليها حاجات كتير قوي. بياخد قراراته ازاي، بيفكر ازاي، بيتعامل ازاي، هيفيدنا ازاي، هيساعدنا ازاي، هيستحملنا في ايه، هنستحمله في ايه، تفاصيل كتيره بين السطور. فسمعت لقاءات كتيره، لقاءات صحفيه وتلفزيونيه كتيره لفيتوريا عشان احاول استشف الراجل ازاي بيفكر، الراجل ازاي بيتعامل. دي نقط في منتهى الاهميه هقولها لحضراتكم حالا مع الصوره دلوقتي اللي قدام حضراتكم. طيب الراجل ده في حوار سابق ليه، ركز معايا قوي في الكلمتين اللي هقولهم دول، قوي قوي، عشان تقرا معايا الراجل ده بيفكر ازاي، وهنشوف منه ايه على مستوى الكلام والافعال الفتره اللي جايه. خش معايا في عقل فيتوريا. الراجل ده في حوار سابق ليه قال انه بيهتم جدا بالملاعب، الملاعب، الملعب نفسه عامل ازاي، وقال انه الملعب بيساعد جدا على تطوير اللاعبين لو ملعب جيد، وقال انه بيهتم جدا بنظام المسابقه اللي بيلعب فيها. هو ما ضربش منتخب قبل كده، كان بيدرب فريق، بس بيقول المسابقه بتفرق معايا، انتظام المسابقه وخلافه بيفرق معايا في تجهيزاتي الفنيه والبدنيه. فهو هيركز معانا في الملاعب بتاعتنا، وهيركز معانا في المسابقه بتاعتنا. ده واحد. اتنين، كان لي حوار تاني قال فيه ان انا بهتم جدا بالقوة العقليه للاعب. القوة العقليه للاعب، قال لك انا الامور النفسيه والمعنويه تفرق معايا جدا، مش بس الامور الفنيه في الملعب، وان اللاعب لازم يكون جاهز عقليا وهو بيلعب معايا، وان اللاعب لازم يكون في المران بيأدي مران بشكل كويس عشان اضمن ان هو بيلعب معايا كويس، انه اللاعب عقليا. انا بتكلم لك على المينتاليتي اللي انت بتسمعها دايما، المينتاليتي بتاعه اللاعبين، العقليه بتاعه اللاعب. يعني لو لاعب العقليه بتاعته اي كلام مش هيروح المنتخب. تقول يعني اي كلام؟ احنا عارفين الاي كلام، يعني انت بتقول ايه اللعيب ده كويس قوي بس العقليه بتاعته مش سليمه. هو اللاعب اللي العقليه بتاعته مش سليمه مش هيتاخد المنتخب حتى لو كويس. دي نقطه. وقال لك ان الامور الفنيه ينفع تطويرها، لكن العقليه دي صعب تطويرها. الامور الفنيه اهم، سهله، بس الامور العقليه دي اهم حاجه، هي اللي انا بختار على اساسها. قال فلسفتي التدريبيه بتعتمد على اللاعبين الشباب، يعني هو بيحب يلعب بلاعبين شباب. ده برضو يخليك تفكر هيضم مين للمنتخب، مين اللاعبين اللي في معسكر المنتخب، معدل اعمار المنتخب. بس برضو لازم تفهم حاجه، انه ممكن يعتمد على لاعبين شباب في فريق ويطورهم، بس المنتخب ربما يكون الامور مختلفه، هو ما دربش منتخب قبل كده، ممكن يبقى عايز اللعيبه الخبرات اللي عندها مباريات دوليه كتير، بس برضه هو بيركز جدا على الشباب. قال ان هو بيحرص جدا على الامور الشخصيه والنفسيه للاعبين. يعني اللاعب اللي جاي وعنده مشكله شخصيه او مشكله نفسيه هو بيتعامل معاها قبل ما ينزل التدريب. بيقول ان انا ما اقدرش انزل لاعب تدريب واديله تعليمات الا لما يكون جاهز جدا على المستوى النفسي وعلى المستوى الشخصي، لو مش جاهز هيبقى عندي مشكله معاه في التدريبات. في حوار ليه قبل كده وكان في السعوديه، لما كان بيدرب في السعوديه قال ان هو بيحترم كل الثقافات وبيعرف يتعامل مع كل الثقافات، وقال انه في حاجات ممكن تختلف من ثقافتنا في البرتغال عن الثقافات في الوطن العربي، وهو بيعرف يتعامل مع هذه الامور. ده كان قبل كده في تصريح قاله على لاعبين كانوا بياخدوا اجازات لظروف شخصيه وحاجات اسريه. قال ده ممكن ما يحصلش عندي في البرتغال بس ممكن يحصل هنا، وانا بتفاهم ده عشان كده بوافق على الاجازات دي. في حوار ليه قال ان هو طموحه يبني اكاديميه للشباب في المستقبل. هو بيقول دايما ان انا بحب اطلع شباب، ان انا بحب يكون طالع من تحت ايدي لاعبين شباب، وده يديك برضو منظور انه الراجل هيفضل يصر على فكره الشباب. يعني اللاعب الشاب اللي هيتطور في الدوري المصري مثلا هتلاقي عينه جات عليه وهياخده حتى لو الناس لسه مش شايفاه. هو بيحب اللاعبين الشباب ويحب ان هم يحسبوا ليه ان هو طورهم، وده اللي قاله النهارده في المؤتمر الصحفي لما قال ان انا هحاول يبقى في محمد صلاح تاني.
قال ان في اشياء مهمه جدا لكل لاعب، منها الجانب التكتيكي والنفسي والبدني. قال ان في كتير قوي من المدربين بيشتغلوا بس على الجانب التكتيكي، بس انا بشتغل على زي ما قلت لكم الامور النفسيه مع طبعا الامور البدنيه. قال في تصريح لما اتقال له، كان لسه متولي تدريب احد الفرق واتقال له انه الجماهير بتنتقده، قال انا بتفهم جدا انتقادات الجماهير، وانا عارف ان الجماهير دايما بتتطلب نتائج سريعه، ودي مش حاجه غريبه بالنسبه لي. يعني الراجل هيستحملنا من الاخر، يعني لما هنقول له لا عايزين نكسب بسرعه هيبقى متقبل ده، لما عايزين نتائج كويسه هيتقبل ده، وفاهم انه مش هينفع ياخد وقت كبير عشان يعمل نتائج كويسة، إن الجماهير دايما عايزة نتائج كويسة من أول مباراة. هو من المدربين بحسب تصريحاته اللي بيحبوا يغلقوا التدريبات بعيد عن الوسائل الإعلام، يعني صعب هتلاقوا تدريبات لفيتوريا مع منتخب مصر على أو أمام أعين وسائل الإعلام، هيقفل التدريبات بتاعته ومش هيفتحها لي وسائل الإعلام، ده مبدئيا كده عشان ما يحصلش الخلافات والزعل المعروف دايما بيننا كإعلاميين ومدربين اللي بيقفلوا التدريبات. هو مدرب بيقول دايما ان انا شغلي الفني والبدني وكل شيء لازم يكون في سريه تامه. حلوه دي. قال لك ان انا دايما بشوف اخطاء الحكام جزء من جمال اللعبه. انا لا انتقد التحكيم ولا اعطي مبررات في اي مباراه. ما بيديش مبررات لخساره اي مباراه ويقول ان الحكام هم السبب، هو مقتنع انه الحكام او اخطاء الحكام جزء من متعة الكرة، وهو من المدربين لما سرشت عليه مش من الناس اللي كل شوية تتكلم على الحكام خالص، ما بيحطش مبررات. واحدة حلوة بقى في الآخر دي، بقى دي آخر حاجة. قال لك من لا يستطع تحمل الانتقادات في عملنا يبحث عن مهنة أخرى، اللي ما يستحملش ينتقد كمدير فني يشوف له شغلانة تانية. ده فيتوريا دي دماغه وبيفكر ازاي. هو راجل غير تصادمي، ما بيعملش ازمات، ما بيديش مبررات. يعني مش هتلاقوه مره طالع يقول لك اصل اتحاد الكره ما ساعدنيش، اصل اللعيبه مش كويسه، اصل التحكيم مش عارف ايه. هو دايما في كل الخسائر اللي سمعت له بعدها لقاءات هو لا يتحدث الا على نفسه وعن فريقه، يقول انا اللي غلطان وهنشتغل ازاي في المستقبل مع الفريق، انا اللي غلطان، ما بيقولش اي مبرر. في بعض الامور كان عليه ضغط كبير جدا سواء اداريه من الاداره او من التحكيم، ورغم كده لا يصرح ابدا بانتقاد الاداره او التحكيم حتى لو في اخطاء فعلا من الاداره او من التحكيم. انا احترم المدرب اللي من النوعيه ديت وهو هادي جدا. بالمناسبه مع جيسوس المدير الفني السابق للهلال السعودي، وكان هو مدرب ايضا بورتو وقت ما كان فيتوريا مدرب بنفيكا، كان في بينهم دايما شد وجذب جدا في تصريحات المؤتمرات الصحفية، عشان الناس هتقول لي لا ده كان بيتخاني وكان بيتكلم، بس كان دايما جيسوس هو اللي كان بيستفزه وكان فيتوريا بيرد فقط عليه ببعض التصريحات الهادئة. هو هادي، الشخصية اللي شفتوها النهاردة دي هي شخصيته دائما. وكل اللاعبين اللي اشتغل معهم فيتوريا هتلاقيهم في تصريحات صحفية وتلفزيونية يشيدون بالرجل جدا والتعامل النفسي والفني والبدني في التدريبات. عشان كده هو مصدر تفاؤل، ربما يكون مصدر تفاؤل إن شاء الله إنه يكون القادم أفضل لمنتخب مصر. ده فيتوريا، دي قصة منتخب مصر والمدير الفني اللي قاعد 4 سنين وإن شاء الله يكملهم وتبقى الأمور جيدة دون أي مشاكل إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله ما نعملش أي أزمات، تفضل ويكمل المشروع بتاعه. أنا عجبني كابتن حازم لما قال إن إحنا مش هنتحاسب بالقطعة، الراجل مكمل ال4 سنين حتى كأس العالم 2026 إن شاء الله. نروح للقمة، أهلي وزمالك كأس مصر الموسم الماضي. كأس مصر الموسم الماضي تلعب المباراة النهائية منه إن شاء الله غدا أو النهاردة بقى خلاص بعد ساعات، الساعة 9 مساء تحديدا، 9 مساء الخميس. الأهلي والزمالك مباراة دائما ممتعة، لما تبقى في نهائي كاس كمان تبقى ممتعه اكتر. ليه؟ انه فرقه لازم تكسب التانيه. في الدوري ممكن الفرقتين يرتضوا التعادل، لكن في الكاس انت لازم تكسب هنا او هنا. فالمباراه اكيد ان شاء الله هتبقى ممتعه وكبيره بين الكبيرين الاهلي والزمالك. تعالوا نروح بقى نشوف ايه اللي بيحصل
في معسكر الأهلي ومعسكر الزمالك، ونبدأ من عند معسكر النادي الأهلي قبل ساعات من القمة. الأهلي دخل معسكر مغلق منذ مساء الثلاثاء للحفاظ على تركيز اللاعبين بعيدا عن الضغط الجماهيري. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على الاجتماع باللاعبين في الساعات الماضية وتوجيه عدة رسائل لهم لتحفيزهم قبل المباراة. ريكاردو سواريش المدير الفني حرص على مشاهدة قمة الدوري الأخيرة بالإضافة لبعض مباريات الزمالك في الدوري. حصل سواريش على تقرير من سامي قمصان عن القمة الأخيرة والتي أدارها قمصان لمعرفة أبرز نقاط القوة والضعف وأدق التفاصيل في الزمالك. اهتم سواريش في تدريبات الأهلي الأخيرة بإقامة تدريبات تخصصية للمدافعين من أجل التعامل بشكل جيد مع هجوم الزمالك. المدرب البرتغالي عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين شرح فيها نقاط قوة هجوم الزمالك بجانب إرسال اللقطات الخاصة بها للاعبين لمشاهدتها ودراستها جيدا. ده النادي الأهلي. أما نادي الزمالك ومعسكر نادي الزمالك ففيه حدث التالي: عقد فيريرا جلسة مطولة مع اللاعبين وطلب منهم التركيز وعدم الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي وغلق صفحة الدوري مؤقتا. أسامة نبيه المدرب العام طلب من شيكابالا وعبد الشافي وحازم إمام عقد جلسات مع اللاعبين باستمرار وتحفيزهم للفوز ببطولة الكأس. أيمن طاهر مدرب الحراس عقد جلسة مع محمد عواد ووجه له بعض النصائح وطلب منه عدم الاندفاع والتركيز في الكرات الثابتة. التسديد سلاح الزمالك أمام الأهلي حيث شاهد المران الأخير تدريب اللاعبين على التسديد من خارج المرمى بشكل مكثف. تدرب الزمالك على تسديد ركلات الترجيح واهتم فيريرا بتدريب الخماسي أحمد زيزو إمام عاشور أشرف بن شرقي سيف الجزيري أحمد فتوح على تسديد الضربات الترجيحية. طيب فيريرا وسواريش لعبوا مع بعض في البرتغال، لعبوا مباراتين، فيريرا فاز في واحدة وسواريش فاز في واحدة، ثلاث أهداف سجلها فريق فيريرا وثلاث أهداف سجلها فريق سواريش. التقى سواريش وفيريرا في مباراتين بالدوري البرتغالي خلال الموسم الماضي حيث كان يقود الأول اللي هو سواريش فريق جيل فيسنتي والثاني اللي هو فيريرا يقود بوافيستا. المباراة الأولى كانت في الجولة 17 بالدوري وفاز بيها جيل فيسنتي تحت قيادة سواريش بهدفين مقابل هدف، وبعدها انسحب فيريرا أو رفض فيريرا حضور المؤتمر الصحفي اعتراضا على التحكيم. المباراة الثانية كانت في الجولة الأخيرة من الدوري ورد بوافيستا خسارته وفاز بنفس النتيجة هدفين مقابل هدف، وبالمناسبة دي المباراة اللي أعادت بوافيستا في الدوري البرتغالي وتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. طيب تعالوا نروح لحكم المباراة. حكم عنيف مشهور على فكرة بالبطاقات الصفراء والحمراء، إشارة البطاقات الصفراء والحمراء، سيمون مارسينياك حكم قمة نهائي كأس مصر، حكم بولندي من مواليد 1981 يبلغ من العمر 41 عام وبدأ مسيرته التحكيمية في 2002 وتقلد الشارة الدولية في 2011. خلال مسيرته التحكيمية أدار سيمون 531 مباراة أشهر خلالهم 2119 بطاقة صفراء و73 بطاقة حمراء مباشرة و67 بطاقة حمراء بعد إنذارين، فيما احتسب 237 ركلة جزاء. ما بيهزرش، ما بيهزرش لعيبة الأهلي والزمالك تاخد بالها، ما بيهزرش خالص. الحكم البولندي من الحكام المعروفين في المنطقة العربية حيث سبق له إدارة 30 مباراة في الدوري السعودي وثلاث مباريات في كأس الملك بجانب مباراة في الدوري القطري. سبق لمارسينياك أن أدار ثلاث مباريات في بطولة كأس العرب الأخيرة، الأولى بين قطر والبحرين والثانية بين الجزائر ولبنان والثالثة بين قطر والجزائر، وأشهر خلال هذه المباريات 13 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوتين. أدار الحكم البولندي مباراتين في كأس العالم 2018، الأولى بين الأرجنتين وأيسلندا والثانية بين ألمانيا والسويد، وأشهر في اللقاء الثاني ثلاث بطاقات صفراء وطرد وحيد. قاد نهائي السوبر الأوروبي تحكيميا مرة وحيدة في موسم 2018-2019 بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.
أدار 35 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أشهر فيهم 135 بطاقة صفراء وأربعة حمراء، واحتسب 15 ركلة جزاء. أشهر مبارياته في دوري أبطال أوروبا ربع نهائي موسم 2017 بين برشلونة ويوفنتوس، وربع نهائي 2022 بين ريال مدريد وتشيلسي، ونصف نهائي 2022 بين ليفربول وفياريال. سبق له أن أدار 6 مباريات للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا. طيب ده الوضع بالنسبة لمعسكر الأهلي وأيضا معسكر الزمالك، وبعد شوية كمان هقول لكم التشكيلين المتوقعين سواء للأهلي أو الزمالك. هنقول الأهلي والزمالك، تشكيل الأهلي وتشكيل الزمالك. طيب الأول قبل ما نروح تشكيل الأهلي وتشكيل الزمالك، هروح لكم للقائم النهائية للمرشحين لجوائز الكاف اللي المفروض ان شاء الله هتكون في نفس حفل الكاف، هيكون في نفس توقيت مباراه الاهلي والزمالك الساعه 9 مساء. تعالوا نروح، هاتوا لنا يا جماعه التشكيل الاهلي والزمالك المتوقع لو سمحتوا. افضل لاعب القائمه المختصره محمد صلاح وساديو ماني وادوارد مندي، ده الثلاثه المرشحين لافضل لاعب. الجوائز زي ما قلت لكم هتبقى الساعه 9 مساء. اعتقد هتروح لساديو ماني، وان كنت طبعا نفسي لمحمد صلاح، بس فوز السنغال بكاس الامم الافريقيه مع الوصول لكاس العالم ومشاركته محمد صلاح يعني انجازات هذا الموسم ممكن تخليه اقرب، وان كنت زي ما قلت لكم اكيد اتمنى محمد صلاح، ولو على الارقام الفرديه فاكيد محمد صلاح افضل 1000 مره، ثم يختاروا عشان نجاحات السنغال. افضل لاعب داخل القاره محمد الشناوي، اليو ديانج، اشرف داري، و يعني ميال انا لمحمد شناوي رغم ان اشرف داري عمل بطوله كبيره جدا وقالي دانج عمل ايضا بطوله كبيره جدا، بس انا ميال قوي لمحمد الشناوي بصراحه، مش تعاطفا ولكن يستحقها عن هذه البطوله. افضل مدرب اليوسي كارلوس كيروش ووليد الركراكي، والمنافسه قويه جدا جدا هتبقى مع اليوسي والركراكي بسبب الفوز في سواء دوري ابطال افريقيا او يا جماعه احنا بنجري بسرعه ليه؟ وليد الركراكي دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال افريقيا او اليو سي سي، بنتكلم في الوصول لكاس العالم والفوز بكاس الامم الافريقيه. طيب تعالوا نروح لافضل فريق، الاهلي، الوداد ونهضه بركان، المنافسه ثلاثيه بين الثلاث فرق، وغالبا اللي بيبقى كسبان دوري ابطال افريقيا هو اللي بياخد الجائزه، فممكن يبقى الوداد. افضل منتخب مصر، الكاميرون والسنغال، ونفس الامر اللي قلته على ساديو ماني من شويه، فممكن الكفه تميل للسنغال. خدوا بالكم اللي خلى مصر في المكانه دي الوصول لاخر مرحله في تصفيات النهائي لكاس العالم، الوصول لنهائي كاس الامم الافريقيه، كمان كارلوس كيروش في او في بين الثلاثه المرشحين للفوز بافضل مدرب. بالمناسبه خرج بيتسو موسيماني من الترشيحات رغم الحصول على المركز الثالث في كاس العالم للانديه والوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا. طيب تعالوا نروح للتشكيل المتوقع للاهلي وايضا التشكيل المتوقع للزمالك لنهائي كاس مصر ان شاء الله بعد ساعات. ده التشكيل المتوقع للنادي الاهلي. في حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع كريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول، في وسط الملعب حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السوليه، وفي الهجوم افشه واحمد عبد القادر ومحمد شريف، ومحمد عبد المنعم ممكن يعني يتغير ويتحط مكانه ايمن اشرف، بس ده التشكيل الاقرب. نشوف اللي بعده. تشكيل الزمالك هيبقى كالتالي: محمد عواد في حراسه المرمى، ثلاثي الدفاع محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحساب عبد المجيد، وفي وسط الملعب عبد الله جمعه وامام عاشور ورؤى وسيد نيمار، ثم احمد سيد زيزو واشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري. ده تشكيل اهلي وايضا تشكيل الزمالك المتوقع لهذه المواجهة. عايزكم بقى تشاركونا توقعاتكم لنتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر على صفحتنا عبر الفيسبوك، صفحة القناة الأولى، قولوا لنا مين اللي يكسب الأهلي ولا الزمالك، النتيجة تبقى إيه، وتكسب معانا تيشيرت فريقك المفضل سواء تيشيرت النادي الأهلي أو تيشيرت نادي الزمالك. لسه مكملين مع حضراتكم، وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا الكبير، الكابتن الكبير، كابتن طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي الأسبق. خليكم معنا.
يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. يشرفني وينورني في هذه الفقره واحد من اهم مدربي حراس المرمى في مصر، مدرب حراس مرمى النادي الاهلي الاسبق الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان. كابتن طارق مشرف ومنور. ربنا يكرمك كابتن كريم، انا سعيد ان انا موجود معاك النهارده، وسعيد اكتر طبعا ان انا في بيتي. شرف لينا وفي القناه الاولى يعني. ده شرف كبير لينا. لا بجد والله ده شرف لي انا. ده شرف كبير لينا. طيب كابتن طارق، واحنا قاعدين يعني انا وكابتن طارق بندردش قبل الهوا، كابتن طارق بيتكلم معايا في تفاصيل لها علاقه بحراس المرمى. في ناس تشوف كره سهله قوي يقول لك الكره دي ما وصلتها بسهوله، يعني انت عاملين حكايه على الكره ليه، دي ده هو كان واقف في نص الجون. في ناس تانية تقول لك ان الكره دي كانت سهله عليك، كان ممكن يصدها، ما كانش ينفع تخش جول. انت كمدرب حراس مرمى او دلوقتي محلل بتتابع شغل حراس المرمى، بتشوف الكلام ده ازاي؟ هو طبعا ما فيش شك ان احنا كمصريين بنتكلم، تعرف انت ال100 مليون بيتكلموا في الكوره طبعا، يعني ده طبعا مش يعني مليون من قديم 100 مليون كل الناس اللي في العالم بتحب الكوره بالذات كمان يعني في مصر كمان طبعًا. ايه يعني احنا ايه يعني حاجه بنحبها كلنا بنتكلم عنها، فبنتكلم في الكوره بشكل كبير جدا جدا، وكل الناس بتحب الكوره، كل الناس بتتكلم في الكوره حتى دلوقتي كمان، حتى السيدات دلوقتي بيتكلموا في الكوره. هاي ده كويس. فكويس يعني. فطبعا التخصص ده تخصص صعب، يعني تخصص حراسه المرمى ده تخصص صعب جدا. فمش كل الناس بتعرف تتكلم فيه، او كل الناس ممكن الناس تشوف حاجه سهله جدا جدا حارس مرمى مطلعها تتكلم عليها ان دي حاجه اعجازيه وحاجه صعبه. حتى يعني اقول لك على يعني بتلاقي في مذيعين بيهولوا قوي 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 سوري المعلقين انا اسف لا لا ابدا ابدا انا برضو ايه ما انا مش تخصص لا لا ما عارف لا لا انت صحح لي يعني بوضح. فبتلاقي معلقين بتلاقي برضو ايه يعني هو طبعا المعلق بيحب ان يعني المباراه تسخن والمباراه تبقى حلوه، المنتج بتاعي يعني ده المنتج بتاعي بسواه، فالكوره تبقى روح حائله عظيمه وهايله. في حاجات بتبقى سهله قوي 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 وهو بيضخم منها قوي 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 قوي، وانا ببقى قاعد بتفرج يعني عاديه عاديه جدا يعني مش شايف فيها كل والعكس صحيح بقى. بتشوف حاجه ممكن الجول يطلعها تبقى صعبه جدا 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 وما تبانش للناس خالص ان الكوره صعبه. فدي محتاجه الامانه، محتاجه ايه، محتاجه حد يبقى متخصص قوي وحد يبقى فاهم جدا جدا. بس الصعبه دي مثلا انت تبقى فاهم ان هي كانت صعبه، يعني هو مثلا عشان هحاول اشرح انا اقول لي صح ولا غلط، انه مثلا الكره تجيله في النص في ضربه ركنيه يقول لك ما عشان في نص الجول، بس ما حدش يتكلم هو اتحرك ازاي عشان تبقى في نص الجول. ما قبل التحركات بتاعته الكره هم شافوا اخر حاجه انما ما قبل كده بالظبط. لا في حاجات كتير بتتعمل صح عشان توصل لان انت ما هو احنا في النهايه الجون بيتحرك. الجون بيتحرك طول ما الكره بتتحرك في الملعب. حارس المرمى بيعمل، انا كنت في اسبانيا من كام سنه كده ورحنا شفنا ماتش لبرشلونه وملقا، كنا في الاستاد كان بينو. فانا عملت ايه اهم حاجه كانت بالنسبه لي كنت عايز اعمل ايه؟ بتبص على حراس المرمى؟ لا انا مسكت الموبايل بتاعي طلعت الموبايل كان تير شتيجن، فبدات اعمل ايه؟ اجيب مكان الكوره طبعا انت عارف برشلونه بيهاجم وبيبقى في يعني بيهاجم والكوره مثلا كورنر، الكوره على خط 18 بتاع فريق الخصم. فدايما انا بجيب مكان الكوره وارجع تاني بالموبايل اجيب مكان الايه؟ الحارس. الحارس. احنا طبعا لو انا جبت مكان لو يعني للاسف الفيديو مش معايا هجيب لك مكان تير شتيجن، عارف فين يا كابتن كريم؟ شايف الدايره بتاعت نص الملعب، واقف على الدايره. طبعا ده مش هينفع عندنا. ليه؟ ما هو ده له اسبابه برضه. لان احنا عندنا هنا في مصر سهل جدا 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 الكره تقطع منك. وسهل جدا جدا برضه ان الهجمه تتنقل بسرعه. صح. بره لا. مع برشلونه لا. هو تير شتيجن وصل له كويس جدا ان لو الكره اتقطعت في اقل من 3 ثواني هيبقى في ضغط جماعي. صح. فاللاعب الكره لما تقطع هتلاقي الضغط ده اللاعب مش هيقدر اصلا يرفع ايه. صح. يرفع بس دماغه كده عشان يشوف الحارس، فتلاقي ضغط جماعي وبيجيبوها بسرعه جدا. صحيح. وحتى لو ما جابوهاش بتبقى الكره برضو صعبه ان هم يطلعوا بيها سهل. صح. فعشان كده الراجل ده بيبقى فين؟ بيبقى في نص الملعب. انا صورت نفس الصوره دي لمباراه بايرن ميونخ، كنت في الملعب، مانويل نوير كان في نفس المكان على دايره النص ومشهور البطوله في كاس العالم للانديه. تمام كان واقف في نص الملعب. شوف انا هو ده لا هو ده انت طبعا شوف انت بتشوف دي بالنسبه لك غريبه جدا، تقول لي اي حد من الاهلي ممكن يجي فيه جول؟ لا ده سهل. ده شناوي مره اتقدم كده شويه كمان الناس مش قلت له ارجع انت عملت ايه وانت السبب بالظبط. احنا عندنا طبعا مش هينفع ان احنا نبقى بالشكل ده لان ده عايزه شغل كتير جدا وعايزه يعني حاجات كتير، فكر مختلف تماما. صحيح. الامانه يعني صحيح. فاللي بقول لك الكلام ده ان طول ما الكوره بتتحرك في الملعب انا بيبقى ليا كحارس مرمى ليا تحرك. طبعا الناس بتشوف اخر لقطه بالنسبه للايه؟ للحارس. صد ولا مصد؟ في حاجات كتير بقى ممكن يبقى في الخطا الحارس اخطا مش في اللقطه الاخيره دي. في حاجات اترتب عليها انه يغلط في 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 اللقطه الاخيره. انما هو المشكله ما كانتش في اللقطه الاخيره. ما قبل اللقطه الاخيره هو كان فين؟ كان بيتحرك ازاي؟
كان سرحان ولا كان الاتصال موجود. لازم الاتصال يبقى موجود بينك وبين الكوره 90 دقيقه. ما ينفعش يبقى في ما ينفعش يعني مثلا انا دلوقتي معايا موبايل وانت مستنيني ان انا اتصل بيك، مستنيني مستنيني ايه على يعني على يعني مستنيني ايه؟ في حاجه مهمه جدا فانت ماسك الموبايل في ايدك. فاول ما انا اتصل انت هتعمل ايه؟ ده انت لسه الموبايل مرنش هتلاقيك انت عملت ايه؟ دوست دوست عشان انت ايه منتظر اصلا ايه المكالمه دي. صح. هو ده بقى الحارس المرمى المفروض يعمله يا كابتن كريم. ان انا طول ما انا في الملعب انا الاتصال بينه وبين الكوره موجود 90 دقيقه. وليه والتعامل بينه التعامل مع الكوره لازم يبقى ايه؟ سريع جدا. صح. سريع جدا. صح. لو اتاخر عشان كده بقول الاستجابه الذهنيه بطيئه. الاستجابه الذهنيه سريعه. الاداء الحركي بطيء. الاداء الحركي سريع. كل الكلام ده على فكره مش ناس كتير هتعرفه. انا عارف انا بقول لك ايه طبعا لان انا دارس الكلام ده. والحمد لله انا يعني القصه دي انا بحبها جدا 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 وما بعملش حاجه غيرها. بس هو برضو الناس احيانا بتفتكر ان مدرب حراس المرمى دي شغلانه سهله. لا طبعا انت رايح بترفع الكره للعيب بيصدها ومش عارف ايه زي ما بنشوف في التسخين. ما انت ممكن يعني احنا بنشوف التسخين في وقت الماتشات الشغلانه سهله ده تسخين. لا بس هو في تفاصيل ما قبل ده بكتير. تفاصيل كتير يا كابتن كريم صغيره جدا جدا في حراسه المرمى. التفاصيل ده ما بيعرفش غير حد. وبعدين برضو انت ممكن حارس مرمى مدرب حراس مرمى يعني الصعوبه ان انت تطلع الخطا. يعني انت في النهارده في خطا تم. في ناس انا ممكن اطلع الخطا في كسر من الثانيه. ممكن اللقطه بتعدي مره واحده بس اطلع الخطا. في ناس كتير الخطا يعدي عليها مره واثنين وثلاثه ما تعرفش تطلع خطا. فانت ازاي انت رحت للدكتور انت تعبان بس ما انتش عارف فروحت للدكتور اداك شخص لك علاج غلط فبالتالي المشكله اللي عندك دي هت ايه هتتفاقم وهتزيد. طب رحت للدكتور ومن اللحظه الاولى اداك علاج صح خلاص ال 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 الحاجه اللي عندك دي يوم اثنين يوم اثنين هيديك العلاج الصح هتاخد العلاج بعد ساعه بعد اثنين بعد يوم بعد اثنين خلاص المشكله انتهت. صحيح. هي دي بقى النقطه. صحيح. ان انا ممكن انا عندي مشكله لحارس المرمى وانا شغال في اتجاه تاني تماما غير الاتجاه اللي بيحصل في الايه طيب. في المباراه. ده الكلام النظري العلمي الحلو. طيب هبدا بقى قبل ما نخش الحراس الاهلي والزمالك في مباراه القمه ان شاء الله بكره او النهارده يعني خلاص في كاس مصر. عايز اسالك سؤال شاغلني بقى لي فتره، هو احنا ليه ما عندناش حراس مرمى في اوروبا؟ مهم سؤال مهم جدا 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 وسؤال طبعا برضو لما جينا في فتره من الفترات كان حصل عندنا ان فتحوا احتراف حراس المرمى قريب من فتره قريبه كان فتحوا ورجعوا قفلوه تاني. يعني كان الاتحاد خد قرار بفتح احتراف حراس المرمى وبعدها باسبوع او اقل اتقفل تاني. انا كنت من الناس اللي معترضه تماما عن فتح احتراف حراس المرمى في مصر هنا. ليه؟ وكنت انا ليا برضو يعني قلت يا جماعه احنا لو هنفتح احتراف حراس المرمى في مصر يبقى لازم يبقى عندنا اربع خمس حراس مرمى محترفين بره في انديه في اوروبا بره. ليه؟ عشان انا لما احتاج للمنتخب يجي لي حراس مرمى من الناس المحترفه دي. انما لو انا فتحت حراس المرمى عندي وام الاهلي جايب حارس مرمى والزمالك جايب حارس مرمى انا مش هلاقي جون يلعب منتخب مصر. ليه؟ دايما والكلام ده انا بقوله يعني من 40 و50 سنه حراس المرمى يا اهلي يا زمالك بيلعبوا منتخب وده بحكم النادي الاهلي بيلعب في افريقيا وبيلعب ماتشات صعبه وبيلعب تحت ضغط جماهيري ونفس الكلام بالنسبه لنادي الزمالك. فافضل حارس مرمى يلعب لمنتخب مصر هو يا اهلي يا زمالك ونسبه كبيره جدا طبعا بتبقى النادي الاهلي. الواقع اللي احنا ممكن افتح معاك مناقشه في هذا الامر. اتفضل. ما احنا بقالنا سنين قافلين الموضوع بتاع الاجانب ده في حراسه المرمى. تمام. ورغم كده مفيش حراس مرمى طلعوا لاوروبا. طيب ما همشي معاك واحده واحده. مش ممكن انا مثلا لو فتحت الباب لحراس اجانب ساعتها مثلا سيب محمود جد يطلع في اوروبا، سيب محمد صبحي يطلع في اوروبا، بدل ما الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبيراميدز وفيوتشر وكل الانديه دي عماله تتخانق على كام حارس في مصر وسايبينهم هنا وسطينا ومش عايزين نسيبهم بره وعم ندفع فيهم فلوس كتيره، ما هو انت السوق مقفول عليك. تمام. انت مش عارف تجيب من بره فانت كده كده محمد صبحي مثلا هتلاقي 10 انديه بيتخانقوا عليه وعايزين يدفعوا فيه ملايين الملايين و40 و50 مليون جنيه. ما انت لو سبته يطلع بره في اوروبا مقابل انك تسيبني اجيب واحد من افريقيا الامور هتبقى سهل. ساعتها هيبقى عندنا حراس مرمى زي ياسين بونو في المغرب. ما هو المغرب فاتحه اجانب في حراس مرمى. بس كم حارس مرمى في المغرب؟ ياسين بونو، مندي، ادوارد مندي، السنغال. ما تلاقي اثنين ثلاثه ده برضو مش رقم. بس ما انا هاجي لك بقى في الاجابه. فضل. انا موافق بس انت عشان تطلع حارس مرمى يا كابتن كريم لازم يطلع وهو صغير. حلو. ليه؟ الفكره في حراس المرمى دي صناعه. ولازم يتعود على زي مثلا دلوقتي احنا شايفين احمد نادر السيد. ما هو يعني صح. رغم ان هو في نادي درجه ثانيه في بس على الاقل هو طلع. السيستم مختلف تماما. آه. انت لما بتدخل جوه سيستم بتنجح. لان احنا عندنا مواهب في كل المجالات.
وده افضل دليل على الكلام ده محمد صلاح. رغم محمد صلاح ما طلعش صغير طبعا، بس هو محمد صلاح كان عنده الرغبه صح، وراح سويسرا وبعدين راح ايطاليا يعني. فانا قصدي اقول لك ايه، انت لو انت هتفتح احتراف حراس المرمى في مصر لازم بقى هنا لازم يطلعوا هم صغيرين ماشي. لازم يتعود على السيستم يعني صبحي وجد ما يحترفوش طبعا، يحترفوا طبعا طبعا. انت بتفتكر هم ليه ما بيحترفوش؟ هتلاقي برضو لنفس الانديه انا كنادي حارس المرمى ده مش كل يوم انا بيجي لي حارس مرمى كويس، هي دي يا كابتن مش كل يوم هيجي. ما انا لو سبته ورحت جبت واحد صغير من افريقيا هتبقى الدنيا سهله. ما هو برضو لكن السوق في مصر هنا ما هو سوق ضيق، في 3 4 5 حراس بالكثير. بس احنا ده القصد عليه، انت انت عشان تسيب لازم يبقى عندك بديل حلو. طب البديل ده انت زي ما بقول لك كده، حراسه المرمى دي مركز صعب قوي طبعا، والمركز ده لما بيبقى عندك كويس بيجيب لك بطولات صحيح وبيريحك سنين صحيح، غير لما يبقى عندك حارس مرمى بيتعبك. صدقني بيتعبك سنين برضو بالظبط. ليه؟ لان المركز ده يا بيريحك فتره كبيره جدا جدا بقى في الكوره، وتبقى انت مطمن كحارس مرمى، حتى لو حتى بيحصل له بعض الايه الضربات والمشاكل، ده طبيعي في الكوره. انما في المجمل بقى تقييم في التقييم العام بتاع حارس المرمى لا انت عندك حارس مرمى لا بيبقى حارس مرمى بيلعب بال10 و15 سنه يعني لما تحسب النادي الاهلي من 1907 لحد دلوقتي لعب له كم حارس مرمى في اكتر من 100 و115 سنه او 100 داخل في 120 سنه هتلاقي كم حارس مرمى صحيح، مش هيكملوا 10 حراس. انا بتكلم على حراس مرمى بقى لعبوا فترات كبيره، هتلاقي بيتكلم في 10 15 حارس مرمى يبقى كل حارس بياخد له كام سنه؟ حوالي 10 سنين صحيح. فهو ده اللي قصدي عليه، عشان كده المركز ده مركز صعب صعب جدا. وبعدين احنا بقى عندنا مشكله كبيره جدا بقى في يعني لو قعدنا نتكلم هنتكلم كتير، بس عشان طبعا يعني ممكن هنتكلم على مباراه الاهلي والزمالك. احنا المشكله عندنا بقى في حراسه المرمى ان احنا ما بنشتغلش صح من المدارس، مدرسه الكوره من تحت. الناشئ بيتعلم غلط. الناشئ ما بيتعلم، انت بتروح مدرسه بتتعلم اول حاجه بتتعلمها بتتعلم حتى تمسك القلم ازاي وتبدا تكتب الف الف وتكتب تملى الصفحه الف وتملى الصفحه ب وتملى الصفحه مش عارف جيم وبعدين تشبك حرفين في بعض والحرف يجي معوج والكلمه تيجي معوجه، وبعدين تفضل تعدي تقعد سنه واثنين وثلاثه لحد ما بعد كده تكتب والخط بتاعك يطلع شكله حلو. حراسه المرمى كده، دي مسارات عصبيه بتاخد فيها قرار في لحظه، بتكون شكل بايه؟ بجسمي. يعني انا جسمي في كل مهاره، انا عندي مهارات كتير، عندي اكتر من 30 مهاره. انا عشان اكون المهاره دي في كسر من الثانيه، طب بكونها زي المخ بيدي اشاره صح، الاشاره بتروح للجسم لكل جسمي، فجسمي يقوم عامل شكل صح. كل موقف لعب ممكن تبقى المهاره بتاعته مختلفه شويه. طب المهاره دي هتتكون ازاي وانا اصلا شغال غلط صح، وانا شغال عامل زي مرجيحة يعني الناس تحت بتأسس. المدرب بيبقى عايز الحارس مرمى وعنده 10 سنين و12 13 سنه ياخد كره عرضيه، ياخدها ازاي؟ مظبوط، ده لها خطوات ولها اسلوب، يعني مش العمليه مش سهله. عايز حارس مرمى مش عارف ياخد، لا الدنيا صعبه جدا صحيح. طيب تعال نروح لماتش الاهلي والزمالك، يلا نبدا بمحمد الشناوي. محمد الشناوي الفتره الاخيره بدا يبقى عليه كلام، يعني محمد الشناوي اللي دايما ما فيش حد يتكلم عن محمد الشناوي اللي شايل الاهلي اللي شايل منتخب مصر اعظم اللاعبين، تلاقي حد يقول لك اصله مش مركز شويه، اصله مش في مستواه هبط، ما بقاش هو الحارس الكبير. ايه رايك في محمد الشناوي الفتره الاخيره ومحمد الشناوي؟ بص ما فيش كلام، محمد الشناوي انا بعتبره واحد من افضل حراس مرمى في تاريخ مصر. هايل ده قول واحدا يعني طبعا، وده اللي عوض يعني بعد طبعا الفتره الكبيره بتاعت نادر السيد وبعدها الحضري فتره كبيره جدا، ده اللي خلاص دخل مكان الحضري وما شاء الله بقى له اكتر من 2018 صح. انا بتكلم على المنتخب، هو النادي الاهلي من 2017 بدايته طبعا حقيقيه، من 2017 لحد دلوقتي هو حارس منتخب مصر الاول وحارس النادي الاهلي. طبيعي ان طبيعي اي حد في الدنيا، خد بالك الشناوي النتائج مش مساعده النادي الاهلي، النتائج بقى الفرقه نفسها مش فالنتائج لما تبقاش مساعده كل الاهتمامات بتروح لحارس المرمى، بتروح لخط الظهر، وبتروح مش عارف كل اللعيبه يعني، بس بشكل عام بتروح اكتر شويه لحارس المرمى. فالنتائج هي مش مساعده مظبوط، انما لما تيجي تحلل، ما هو ده اللي كنا بنتكلم عليه في بدايه الحلقه، بنقول ان احنا لما نيجي نقعد ونحلل الاخطاء الاهداف هتلاقي اهداف صعبه جدا مش سهله. الاهداف مش صعبه، الاهداف صعبه جدا مش سهل. وممكن في بعض الاهداف هيتحمل فيها جزء طبعا، انما لما نيجي نتكلم على الشناوي في فتره الاخيره كلها ما يتحملش هدف بنسبه 100%. خطا بنقول له خطا فادح، خطا واضح جدا من الشناوي، ما فيش الكلام ده. الشناوي بيعمل مشاكل كتير كويسه جدا، بيشيل اهداف كتير جدا، بس للاسف النتيجه ما بتبقاش لصالح النادي الاهلي صح، يا بيتعادل يا بيخسر، فالناس بقى تقعد فطبعا ايه بقى بيروحوا لمين؟ هو عاده
خساره اي فريق في العالم طبعا بيتحملها المدرب وحارس المرمى. طبعا المدرب اول اثنين. ايوه فانا عايز اقول ان الشناوي وحارس مرمى كبير طبعًا. الشناوي تراهن عليه في اي وقت الشناوي يعني في اي وقت انت تبقى ملك او وانت بتتراهن عليه تبقى ضامن قوي لان الشناوي جول كبير. صح والله مش بتكلم كده عشان انا اكيد يعني الشناوي ده يا جماعه جول انا بعتبره من افضل زي ما بقول لك كده جول كل المواصفات مواصفات فنيه مواصفات جسمانيه مواصفات شخصيه. فانت جالك حارس بعد فتره كبيره جدا لعصام الحضري اكتر من 10 سنين جون منتخب مصر لحد حصل بيحصل شويه غربله كده وبيحصل لحد ما بيستقر على جون عندك. فطبيعي ان الشناوي دلوقتي ما شاء الله مكمل مع النادي الاهلي. شوف بقى البطولات اللي جابها مع النادي الاهلي قد ايه. عشان كده كنت بكلمك ان الجون ده لما يبقى كويس لا بيجيب لك بطولات. صحيح. جاب كتير بطولات للنادي الاهلي. صحيح. وجاب برونزيه للنادي الاهلي مرتين. فشويه لما يبقى النتائج مش مساعده مش الشناوي بقى لوحده. احنا بنتكلم يعني مش عايز اتكلم على اخطاء فرديه. طبعا. انا بتكلم بشكل عام. لو قعدنا نتكلم على اخطاء فرديه هنتكلم على اهداف من ناحيه اليمين مثلا ممكن نتكلم على اسماء مبيعين. احيانا هو نفسه الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي يتحدثون عن اخطاء دفاعيه كثيره في الفترات الاخيره. برافو عليك. فالاخطاء الدفاعيه دي هي اللي بتوصل الكره للجون وهي اللي بتوصلها بالمنظر. انت عارف لو النادي الاهلي بيكسب والشناوي بيخش فيه اهداف برضه ما كانش هيبقى الهجوم بالشكل. صح. ده او الانتقاد للشناوي بالشكل ده. صح. انما الشناوي جول كبير جول طبعًا. يعني لازم نحافظ عليه وما ينفعش ابدا طبعا. ما هو الانتقاد ممكن لما نيجي نحلل اخطاء وهنتكلم على اهداف هنتكلم وهنقول للشناوي اخطا في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا في تحرك في تمركز في كذا ده طبيعي في الكوره يعني حاجه مش هتزعل. صحيح. انما ان انا بقى اوجه له بقى يعني انتقادات وان انا الشناوي لا الشناوي ما شاء الله جول بيلعب بيأدي بشكل كويس جدا عنده في بعض الامور زي ما بقول لك لها علاقه بالنتيجه مش علاقه باداء الشناوي اداء الفرقه ككل يعني. عظيم ده محمد الشناوي. محمد عواد رايك ايه في الفتره؟ محمد عواد انا بعتبره هو افضل حارس مرمى في اخر مثلا اخر 7-8 ماتشات في الدوري في كل الحراس اللي بيلعبوا في الدوري. محمد عواد هو احد الاسباب الرئيسيه في فوز نادي الزمالك او منافسه نادي الزمالك على الدوري لحد الوقت ده هو محمد عواد. لان هو تصدى لاهداف فرقت جدا 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 وصنعت فارق مع نادي الزمالك في ماتشات كتير اثرت على نتيجه المباراه. طبعا. حتى بما فيها ان احنا بنتكلم على بكره ان شاء الله او النهارده انت بتلعب نهائي كاس مصر السنه اللي فاتت احد الاسباب الرئيسيه في ان الزمالك يوصل للمباراه دي هو محمد عواد في تصديه لضربتين جزاء في مباراه اسوان. صح مش كده؟ صح. كان سهل جدا جدا ان اسوان يطلع نادي الزمالك من البطوله لو بس يعني واحده دخلت او ممكن الاثنين يخشوا. صحيح. فانا عايز اقول ان محمد عواد هو من افضل حراس المرمى الموجودين في الدوري. طبعا عواد ما لعبش من اول السنه او بقاله اكتر من 3 سنين في نادي الزمالك. بدايته في نادي الزمالك ما كانتش موفقه قوي وقلنا الكلام ده البدايه ما كانش هو لوحده كان برضو الفريق كان النتائج كلها مش مساعده. كابتن كريم انا محمد عواد حارس مرمى موهوب حارس مرمى عنده سرعه رد فعل سريعه جدا 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 وعنده اداء حركي سريع جدا بحكم طبعا عواد جسمه برضو ايه مش ما عندوش الطول الفارع فده مساعد في الاداء الحركي ومساعد في سرعه رد الفعل. فانا بعتبره هو واحد من افضل. تاخرت مشاركته اساسيا مع نادي الزمالك برضو كان بص كان في 3 حراس مرمى في نادي الزمالك والثلاثه يعني احنا زي ما انت فاكر انت 2018 جنش عمل موسم تاريخي. صح. مع نادي الزمالك. صح. فاكر الموسم طبعا كان موجود في منتخب مصر لا ولا طبعا الاصابه اللي جات له وكسر في او وتر اكيلس فهو كان عامل موسم تاريخي في نادي الزمالك كان موجود في السنه دي عواد تقريبا بعدها برضو شارك ابو جبل والامانه ابو جبل كان ماشي فتره كبيره جدا مع نادي الزمالك بشكل كويس. خد بالك ما هي مركز حارس المرمى ده لما حد بيلعب وبيأدي بشكل كويس مش سهل ان انت تطلعه تاني زي بالظبط كده حاله عواد دلوقتي. صح. هل ابو جبل لما يرجع وعواد بالمستوى ده ابو جبل هيلعب؟ مستحيل. ياخد مكانه بقى تاني يفضل بقى مكمل لحد ما عواد وعواد بقى مش معنى ان عواد بقى يبقى يلعب مباراه وحش او يبقى فيه خطا منه او خطأين او كده يرجع يعادوه تاني لا لازم الولد ياخد فرصته كامله ويبقى عنده اخطاء يبقى في ظهره برده يا كابتن كريم. صحيح. طالما الولد شال كتير شال ماتشات صعبه واحد اسباب فوز النادي الزمالك في ماتشات كتير يبقى لازم ايه؟ لازم يبقى انت في ظهره وتساعده هيبقى كويس. فتاخد ابو فعشان كده هو اتاخر شويه عشان مستوى ابو جبل فعمل برده اكتر من موسم بشكل كويس قوي. جنش قبل الاصابه كان عامل موسم كويس قوي فجت لعواد. صحيح. ومسك فيها. صحيح. كمل. صحيح. كمل. ايه رايك في حكايه مدربين حراس المرمى الاجانب دلوقتي موجودين في الدوري المصري؟ اهلي منتخب مصر
طبعا هي طبعا بقى الموضوع بقى زياده طبعا دلوقتي بالنسبه للانديه. كان الاول طبعا المدير الفني بيجي لوحده، بعد كده بدا يجي معاه احمال، بدا يجي معاه تحليل، مساعدين، بدا بقى القصه بقت ايه يعني، ده اكتر من بقى تغذيه وحراس مرمى بيبقوا خمسه كمان يعني، بيوصل العدد خمسه يعني. هو طبعا مفيش شك ان اي مدير فني بيبقى حابب انه الجهاز اللي معاه بيريحوه وبيشتغلوا معاه ومطمن لهم وحاسس ان هم يعني خلاص. ده طبيعي في الكوره في اي مكان. حتى انا سافرت السودان مع كابتن حسام البدري. ما سافرتش في الجزائر ليه؟ الراجل هناك في مدرب حراس مرمى متمسكوا بيه ومكمل معاهم يعني. كابتن حسام اتكلم معاه؟ طبعا اتكلم معاه. بص كابتن حسام يعني العلاقه بينه وبينه اكبر من يعني الحمد لله رب العالمين. كابتن حسام اخويا اخ اكبر ليا، له فضل عليا كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا لما جيت النادي الاهلي كان هو طبعا موجود في النادي الاهلي. فعلاقتي مع كابتن حسام انا مكلمه قبل ما اسافر الجزائر بيوم واحد بالليل، كنت بتكلم معاه وقال لي انا مسافر بكره، اقعد يومين ورجع. ولما رجع كان بينا برضو اتصال من يومين. فعلاقتي بكابتن حسام اكبر من ان انا اشتغل معاه في محطه او محطتين او كده. ما شاء الله علاقتي بيه يعني بقى لها فتره كبيره، وله فضل عليا زي ما قلت لحضرتك، واشتغلت معاه فتره كبيره. صحيح. فمش كل المحطات ممكن يبقى الظروف تسمح ان احنا ابقى انا موجود مع كابتن حسام، بدليل ان انا ما اشتغلتش معاه لما كان في المنتخب. صحيح. المره دي برضو ليه ما كنتش انا في المنتخب؟ برضو كان وقتها الظروف حكمت ان كابتن ايمن طاهر يبقى موجود. الظروف حكمت؟ هو كابتن حسام اللي حكم ولا حاجه؟ الظروف الظروف ما قلت الظروف، ما قلتش كابتن حسام، قلت لك الظروف حكمت ان كابتن حسام يبقى. بس كابتن حسام كان عايزك وقتها. كان عايزني طبعا. كان عايزك في المنتخب طبعا. يعني بس زي ما اقول لك بص يعني هي في النهايه سواء وقتها كان بيتقال انه كابتن حسام هو اللي اختار الجهاز الفني بالكامل يعني، وماله ماشي مفيش مشكله. ما انا بقول لك يعني هي كابتن حسام زي ما قلت لك انا ممكن يبقى مع كابتن حسام بيستريح لي، بس مش معنى كده ان لو مطارق مش موجود يبقى انا همشي. هي مش كده يا كابتن. وانا اقول لك على حاجه، طب انا اشتغلت رحت المقصه طبعا، ما كانش معايا كابتن حسام، ما كانش موجود. رحت البنك الاهلي مع كابتن محمد يوسف، وبعد كده رحت مع كابتن شوقي غريب، كنت في منتخب مصر المنتخب الاولمبي. صحيح. وبعدين كنت اخر حاجه كنت في الجونه مع كابتن تامر مصطفى. فعايز اقول ايه يعني، الحب موجود والاحترام موجود وكل حاجه حلوه موجوده، لان في انا ما فيش مدرب اشتغلت معاه كابتن كريم وما كانتش العلاقه بينه وبينه كويسه. عزيز. الحمد لله رب العالمين يعني. طبعا. وطبعا كابتن كل المدربين والله عشان ما انساش حد يعني. فالعلاقه بينه وبين كابتن حسام اكبر من ان انا يعني، وممكن ممكن ابقى معاه يعني بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثه وارد يعني. يعني نشوف هنشوف. طيب لو سالتك مين افضل او قبل افضل دي، عشان في حاجه كنت عايز اقولها لك وسايبك تسترسل، هل حد قال لك في اتحاد الكوره لو المدير الفني الاجنبي الجديد جاي لمنتخب مصر معهوش مدرب حراس مرمى ممكن تبقى مرشح من الاتحاد؟ لا من الاتحاد لا. انما اتقال لي من ناس كتير، ناس كتير برضو قريبه من الاتحاد. طب مش هقول اسماء يعني، ناس كتير قريبه من جوه الاتحاد. كان في كلام ان انا ممكن، وكلام يعني انا اعرف ناس كويسه جدا، انا ناس اثق فيها يعني. انه لو مفيش مدرب حراس مرمى تبقى انت مدرب حراس مرمى المنتخب. ممكن ابقى موجود مع المدير الفني اللي هيجي يعني، ابقى معاه يعني. وبرده كانت في ناس برده بتقول عصام الحضري. ده ينطبق على المنتخب الاولمبي؟ ممكن طبعا. ممكن وارد طبعا، محدش كلمني رسمي. فاهم. انما وارد يعني برده الاسم بيتقال كتير، والاسم في ناس بتقال ان انت ممكن تبقى موجود، وفي ناس برضو بتقول نفس الكلام بالنسبه للعصام. فلو عصام ربنا يوفقه ولو انا موجود. ايه رايك في تجربه الكابتن عصام الحضري كمدرب حراس مرمى؟ بص ما فيش شك طبعا كابتن عصام حارس مرمى كبير جدا جدا جدا، ومن افضل حراس مرمى اذا ما كنا بنتكلم على الشناوي، عامل تاريخ كبير جدا مع المنتخب ومع النادي الاهلي. فعصام حارس مرمى كبير، اشتغل في التدريب يعني بسرعه يعني. هو طبعا اشتغل في سفر الامارات شويه، خد دورات في الامارات ورجع على سيراميكا حوالي 3 4 شهور ومسك منتخب مصر. عصام الاجوان في جوان منتخب مصر لما في الفتره اللي كان موجود فيها قدوا بشكل كويس. احنا يعني ما خدناش بطوله، بس الامانه كل الحراس المرمى اللي كانوا بيأدوا بشكل كويس. شناوي ادى بشكل كويس في بطوله افريقيا قبل ما يتصاب، ابو جبل لما لعب ادى بشكل كويس جدا. فما تقدرش تقول التجربه، لا تجربه يعني هي ما فيش فيها نجاح بالنسبه للمنتخب انه ما صعدش كنتيجه. بس لما تيجي تتكلم في الحالات الفرديه مثلا في مركز حراسه المرمى، انا شايفه لا كانت الدنيا ماشيه بشكل كويس جدا. ماشي بشكل كويس. طبعا على فكره مرنت عصام في السودان. يعني احنا في 2011 حتى هم لما كنا مسافرين سفريه مع بعض في افريقيا مع المريخ السوداني، فالاداري بتاع المريخ شاف الباسبورين بتاعي بتاع عصام، فلقى عصام اكبر مني بست شهور. فقال عصام 73 شهر 1، انا 73 شهر 6.
فالاداري قال لي ده انا اول مره اشوفها الحارس المرمى يعني. حارس المرمى اكبر من المدرب صحيح فوقتها صح. يعني صح يعني انما عصام طبعا اخ عزيز وهو طبعا يعني زميل دلوقتي في المجال وربنا يوفقه ويكرمه مدرب حراس المرمى محتاج دراسات طبعاً. وشغل هي طبعا اساس اي حاجه يا كابتن كريم الموهبه صح يعني احنا حتى في مكانك اللي انت قاعد فيه ده انت طبعا العلم والدراسه وكل حاجه بتثقل موهبتك بس صحيح. اساس اي حاجه الموهبه صحيح فالموهبه لو مش عندك مهما تاخد بقى دراسه ومهما تاخد مش عارف انت الموهبه مش عندك اصلا فهتجتهد قوي 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 وهتوصل لحته معينه بس برضو الموهبه هتوصلك نقطه تانية مختلفه صدقني الموهوب ده لما بيبقى عنده بقى كمان نفس التركيز ونفس الاخلاص وبيشتغل على نفسه وبيدرس والكلام ده كله بيوصل لنقطه مختلفه تماما صحيح اللي ما عندوش موهبه برضه بيجتهد وبيشتغل وبيوصل لنقطه بس مش هيوصل ابدا زي اللي عنده موهبه صحيح لو قلت لك مين دلوقتي رتبهم لي من 1 لـ5 او من يعني من 5 لحد 1 افضل 5 حراس في مصر انا كان معايا الورقه راحت فين نسيتهم ولا ايه افكرك لا ما انا فاكر بس طيب. انا لا انا طبعا إيه؟ انا كنت كاتب وانا جاي حوالي 12 حارس مرمى كمان لا بس خلينا نقول 5 لا هنقول 5 ونتكلم على الكوره لا هنقول 5 بص احنا لو بنتكلم على وجهه نظري في اختيار 5 حراس مرمى ممكن ما يقومش لها علاقه شويه بالاداء في الموسم ده فاهمني قصدي ايه يعني انا لو هختار رقم 1 في بشكل عام هختار طبعا هقول لك الترتيب يعني يلا. انما انا شايف ان في الفتره اللي فاتت دي في اكتر من حارس مرمى ماشيين عاملين اداء كويس انا بقى كنت انا يعني سؤالي على اللي ماشيين دلوقتي كويس حلو. طبعا ما هو انا سهل جدا اقول لك افضل 5 حراس في الدوري بشكل عام وعلى السنين اللي فاتت دي كلها هقول لك طبعا رقم الشناوي انا عايز قرايتك انت للي موجودين دلوقتي طيب عشان برضو ندي ناس حقها ميش. يعني ندي في صح. بعض الحراس بيني وبينك ما ينفعش ابدا يبقى انا راجل بتفرج ومتابع الدوري بشكل كويس جدا جدا فلازم في ناس تاخد حقها هو ده سبب سؤالي انه اكيد حضرتك هتبقى بعينيك دايما لو سالت حد عادي هيقول لك محمد شناوي ومحمد عواد بس في ناس تانية كويسه طبعا ممكن محدش ياخد باله مش في انديه الاهلي ولا الزمالك بالظبط كده فخلينا نقول عمرو شعبان في المحله ماشي بشكل كويس جدا جدا عمرو شعبان لا انا عايزك ترتب لي من 1 لـ5 اللي دلوقتي كويسين يعني لو هرتب بقى هيبقى ترتيبي رقم واحد انا شايف الهاني سليمان الهاني سليمان رقم 1 دلوقتي ومعاه الزنفولي ماشي البنك الاهلي ماشي ومحمد بسام تالت ادي 3 عمرو شعبان 4 اللي لعب الفتره الاخيره دي يعني ماتشين ورا بعض وكان كويس قوي قوي عاجبني عمر رضوان في الاسماعيلي عمر رضوان مباراه فيوتشر وقبلها طبعا مباراه كان هايل فيها دول افضل 5 في الوقت الحالي انا بس في عشان ما في حد تاني انا كاتبه احنا قلنا الانديه طبعا احنا الشناوي وعواد دول يعني في حته يعني برضه لازم طبعا نتكلم انما الاربعه دول ومعاهم طبعا عمر رضوان انا شايفهم عاملين اداء ممتاز الفتره الاخيره مع انديتهم يعني دول ماشيين بشكل زنفوري ومحمد بسام والهاني سليمان وعمرو شعبان المحله وعمر رضوان مع الاسماعيلي رغم انه ما لعبش كتير ومحمد فوزي الاسماعيلي برضو محمد فوزي انا شايف دول يعني عاملين اداء كويس قوي مع لو انت دلوقتي حالا في معسكر بكره المنتخب مصر تختار مين 4 حراس استنى محمد صبحي ومحمد صبحي طبعا محمد صبحي ولما لعب مصطفى شوبير ومصطفى عجبه يعني الامانه ما بص خد بالك بص في حراس مرمى هيتظلموا شويه مع انديتهم ليه ما يبقى مصطفى شوبير معاه الشناوي فنسبه مشاركته هتبقى قليله جدا صح. انما مصطفى شوبير انا بقول لك يعني انا بقول الكلام ده من زمان والناس برضو كانت تفتكر ان انا بقول الكلام ده عشان اجامل الكابتن شوبير او جامل مصطفى مصطفى جول كويس جدا جدا ولما هيلعب ويتقل في اللعب يبقى عنده نسب المشاركه او عدد الماتشات توصل ل 10 و15 مباراه و20 مباراه هتتفرج على اداء مختلف تماما هتلاقي شويه مصطفى لسه برضو في المرمى ايه حركته كتير شويه بس ده طبيعي في الكوره صحيح حتى انا لما بكلمه بقول له انما مصطفى جول موهوب جدا جدا عنده سرعه رد فعل عاليه جدا جدا عنده شخصيه عنده قرار الاداء الحركي بتاعه سريع جدا هتشوف الكلام ده مع الماتشات بس عايز عدد ماتشات فده بس عشان ما مصطفى ده ترتيب الحراس لو قلت لك لو دلوقتي في بكره في معسكر لمنتخب مصر وهتختار 4 حراس مرمى تختار مين على الحاله دلوقتي على الحاله دلوقتي شناوي عواد محمد صبحي محمد صبحي وهحط معاهم الهاني والزنفوري كده كتير 5 يعني ممكن بقى تشيل واحد يعني ماشي
يعني الهاني سليمان الامانه الزفولي ماشي بشكل كويس قوي مع البنك الاهلي بس الامانه ماشي بشكل كويس والهاني كمان مع سموحه انما طبعا اساسي في الموضوع ده محمد الشناوي رقم واحد محمد الشناوي وعواد ممكن يدخل دلوقتي وصبحي انا طبعا محمود جاد مصاب محمود جاد عنده كسر في صباعه فبقى له فتره بيلعب بالهاني سليمان والزنفولي ماشي كابتن طارق انت دايما بتشرف عايز طارق ليك راي ثاني انت عايز تقوله ولا حاجه ده عاجبني جدا لا بجد والله عاجبني جدا ولا ليك مختلف معايا في حاجه انت قاعد معايا فانا ما تكسفش مني انت تتكلم عن حراس المرمى انا بس استمع لا بالعكس والله بالعكس انت ممكن تقول حاجه انا استفيد منها لا كلهم والله. كل الاسماء اللي انت قلتها فعلا هم دول الافضل يمكن دلوقتي في الدوري المصري كابتن طارق دايما مشرف ودايما بتنور ودايما بنستفيد منك ربنا يكرمك يا كابتن كريم انا زي ما قلت لك سعيد والله ان انا موجود في القناه الاولى وطبعا معاك لما ابقى جاي بس حبيبي شكرا جزيلا كابتن طارق لسه مكملين مع حضراتكم هنشوف تقرير عن اراء وتوقعات النقاد الرياضيين عن مباراه القمه بين الاهلي والزمالك وبعدها نطلع لفاصل ونرجع مع واحد من اهم واحرف لاعبي الكره المصريه على مر التاريخ الكابتن الكبير كابتن عبد الستار صبري خليكم معنا الرؤية الصحفية والتوقع الصحفي لمباراة في هذا التوقيت بنتكلم عن الأهلي خارج من هزيمة قوية أمام بيراميدز مش فكرة هقول هزة أو حاجة مختلفة الزمالك كمان في انتعاش شوية بالفوز الأخير على غزل المحلة هل المباراة في البداية في التوقيت ده ليه مدلولات كثيرة وليه رؤية مختلفة وتأثير ممكن احنا بنشوف ناس تبقى ممكن الأهلي الزمالك يبقى مهزوم والأهلي يبقى فايز والعكس يحصل في المباراة وكمان تداعيات المباراه على مباريات الدوري فيما بعد ان الفائز هيبقى انت عشه كبيره كمان كلام الاول عن الرؤيه وتاثير بالتاكيد المباراه زي ما انت قلت هي خارج التوقعات خصوصا كاس مصر اهلي وزمالك ما يعني بيحصل فيه مفاجآت وملوش علاقه فيما قبل يعني ملوش علاقه بمستوى الفريق قبل ما يدخل مباراة الأهلي والزمالك سواء في الدوري أو في كاس ما بتفرقش يعني المستوى لكن هي بتفرق المعنويات شوية لكن هو تأثيرها الأكبر زي ما أنت قلت هيكون تأثيرها على الفريق الخاسر لأن هو لسه عنده بطولة دوري 10 ماتشات بيحددوا شكل يعني بطل الدوري المصري فالفريق اللي هيخسر هيكون يعني مطلوب من المدير الفني دعم غير عادي مطلوب من الجمهور أن هو يدعم الفريق الخاسر عشان يقدر أن هو ياخد بطوله لان هو خسر بطوله كاس فمطلوب ان هو يعوضها في بطوله الدوري ويعوض جماهيره في بطوله الدوري تحدي كبير لمستر ريكاردو سواريش خاصه ان دي اول ديربي بين الاهلي والزمالك يقوده سواريش في تدريب النادي الاهلي على عكس مستر جوادو فيريرا شايف ان الفتره اللي فاتت كان في تخبط شويه بالنسبه لنتائج النادي الاهلي الاهلي قدر ان هو يكسب فيوتشر 4 بعد كده قدر ان هو يتعثر قدام بيراميدز تحدي جديد بالنسبة لسواريش ان هو يقدر يصالح به جمهور نادي الاهلي بطولة كبيرة زي كاس مصر دي اكبر دليل على مصالحة نادي الاهلي واكبر وعربون محبة نقدر نقول كده البلدي عربون محبة للجماهير الاهلي ان هو يثبت لهم ان هو مدرب قدير ان هو يمسك نادي الاهلي على عكس بقى مستر فيريرا عنده خبرات كبيرة في التعامل مع الدربيات قاد لنادي الزمالك قبل كده في كذا ديربي قصاد النادي الاهلي عنده خبرات كبيره قدر ان هو يفوز على النادي الاهلي في كاس مصر وياخد كاس مصر ايام باسم مرسي ويفوز عليه 2-0 بالتالي برضو ان هو عنده خبره اكتر في الديربيات ويقدر ان هو يحسم البطوله بالنسبه لموضوع الخبره دي مباراه خارج التوقعات بيحكمها امرين اولا جاهزيه الفرقتين على المستوى التكتيكي بالنسبه للمدير الفني ثانيا قدره المدير الفني على تجهيز اللعيبه نفسيا وذهنيا وبدنيا للمباراه دي دايما الامور بتبقى في اول 10 دقائق او ربع ساعه صعبه شويه لكن بمجرد ما بيجي هدف الامور بتفك المباراة المرة دي مختلفة لأنه فيها بطولة مش في الدوري لا في كاس وفي ميداليات وفي فلوس وفي رعاية فالأمور علشان خاطر إنها بطولة فهتبقى مختلفة شوية مين يفوز مين ينهزم أنا في تقديري إنه الزمالك أجهز لكن المفاجآت واردة يعني أعتقد الأمور مش صعب إن حد يتكهن بيها قبل الماتش يعني مباراة القمة بالتأكيد لا تخضع لأي مقياس
شفنا مباراة في الدورة الرباعية، النادي الأهلي لعب بعدد من اللعيبة الشباب وقدر يكسب الزمالك وقدر يكسب بطولة الدوري وقتها، كان أقرب مثال كمان الدور الثاني المباراة اللي كانت منذ أيام، نادي الزمالك قدر يقدم مستوى كويس قدام زي ما بنقول على طاولة النادي الأهلي بمجموعة من الشباب وقدر يحقق نتيجة التعادل 2-2 وكان أقرب للفوز في الدقائق الأخيرة. فبالتأكيد كل ده كل الأمور دي هتخلي المباراة أكثر شراسة، أكثر سعيا لكل فريق يقدر يحقق البطولة عشان تقدر بإذن الله الفترة الجاية تأثر من ناحية إيجابية في مشواره في بطولة الدوري العام. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى. زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل، هو بالنسبة لي عشان بس إنه ما تجيش تقول لي أنا رأيي مش كده، أنا بالنسبة لي ده أحرف لاعب جه في تاريخ الكرة المصرية على الإطلاق، ومسافة بعيدة عن كل الحريفة، وفي حريفة كتير في تاريخ الكرة المصرية، بس هو الحريف اللي هو بيلعب كان فيه كمانجا كده في رجله، وفيه مزيكا تتمزك وتتكيف وتنبسط. عشان كده دايما بسعد جدا وبفرح لما يكون معايا ضيف عزيز كريم الكابتن الكبير كابتن عبد الستار صبري، كابتن منتخبنا الوطني الاسبق. كابتن عبد الستار مشرفونا حبيبي يا كريم، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك حبيبي. لا انا مبسوط جدا والله موجود معاك. انا 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 اصل انت بالنسبه لي مرتبط معايا بمرحله الشباب اللي هو ايه، اللي هو اللعيب الحريف بقى، اللعيب اللي زي بتاع اوروبا. احنا كل اللعيبه احنا مر علينا لعيبه ما شاء الله حريفه كتير، حازم ووليد مع حفظ الالقاب طبعا حريفه كتير، بس انت يعني ايه، انت واضح ان انت نفسك كنت بتتمزج وانت بترقص اللعيبه دي. اللي هو ده كيف عندك طبعا، اللي هو انا هاخد الكوره كده وبصيها وخلاص. انت من صغري لازم ايه، انت من صغري كده لازم تلبس واحد كوبري. لازم كوبري بقى يعني. وانا من صغري اصلا ان انا في الشارع بقى كنت بلعب مع اصحابي، كان زي الكوره الشراب دي بقى يعني بحبها جدا. كنت واحد بس انا ايه يعني اتمزج انا لما ارقص واحد ورا يعني ايه، ولازم اديله كوبري حتى كمان يعني ايه. والترقيصه ما عجبتنيش، لا يعني لا لازم ارجع لي تاني، ارجع لي تاني ارقص. والله ما كيفتنيش دي. بس يعني بحس بستمتاع يعني. الترقيص هو يعني ما الكوره دي عباره عن كره القدم دي. انت لازم تبقى انت كمشاهد وكبتلعب ان انت تستمتع. صح، انت تبقى مستمتع بيها. صح، انت بتلعب ليه؟ عشان ابقى مستمتع. انا مستمتع ان انا برقص اعتقد يعني حاجه جميله كده. مين اتضايق منك في مره؟ لا كتير جدا. لا قال لك بقى كفايه بقى عبد الستار بقى، انا مش جيت من مطلع. لا كتير جدا، كان اصلا قبل ما انزل الماتش اللعيبه اصلا احنا بنسخن، هم بيجوا يسلموا بقى عليا وبتاع الحاجات واحده واحده، خلي بالك بقى وايه العب بشويش وخلي بالك. اللهم انتوا عارفين يعني انا جاي عشان ايه، غصب عني والله، ارقص شويه كده وخلاص، وبعدين احنا نطلع بعد الماتش نسلم على بعض وبتاع الحاجات. هو انا مش عايز بس مضطر. يعني دي عاده فيا. لا وبعدين بص انا كنت بعمل ايه برضو يعني انا قبل الماتش بتخيل الترقيص، بتخيل الماتش، بتخيل ان انا ايه في الحته دي الكره تجيلي كده انا اعملها كده ارقص كده، وبعمل ايه، بعمل الحاجات الصعبه شويه يعني. ان انا ايه بعمل مش متوقع عشان الناس ايه، انت لما انت كل الناس بتتفرج، انت مثلا انت بتباصي او بترقص واحد يقول لك ايه دي باين ان هو، بص دي باين ان هو رقصها كده. لا انا ممكن اعمل حاجه ان انت ايه ده، طب طلع الناحيه الثانيه ازاي، حاجات ميسي دي اللي هو انا عارفها، حاجات ميسي دي اللي هو لا متوقع تقعد تروح فاتح بقك لو انت عملتها ازاي. بس يعني الطريق ده متعه متعه. مين مدافع قبل كده يعني، مين بعينه يعني تعبك اللي هو كان ايه داخل فيه الجامد عشان ما تفكرش ترقص؟ لا بالعكس انا بص يعني الماتشات زمان بتاعت الانديه اللي كنت بلعب في نادي المقاولين كان اللعب منتومين، اللعب كل واحد نازل قبل الماتش كده، واحد انت لعيب مميز كريم مميز بقى ايه المدير الفني بتاع الفرقه يقول لك ايه ده كريم لعيب مميز، يجيب واحد كده يجيب واحد شغلته اصلا ان هو يضرب وشغلته بس ايه يمسك كريم. صح، طلع بره يطلع معاه، راح بدا اول شغل ده مالكش دعوه بالماتش، الكوره فين بقى راحت فين. كان زمان كان ايه كان النظام كده. انا بقى كان بيحصل معايا كده كتير جدا، كنا انزل الماتش الاقي بقى واحد ايه نازل عليا من تومين. بس انا ايه يعني كل واحد انا بعمل بقى نظام تحدي، كل ما حد يخبط فيا ويقعد يضرب فيا جامد وبتاع ده بيديني قوه اكتر. صحيح، بيديني ان انا ايه لازم اعدي منه، مش هسيبه، لازم اعدي منه ولازم ارقصه ترقيصه لازم الناس كلها ايه تضحك عليه. الترقيصه دي بقى لما ياخد الترقيصه مميزه وترقيصه جامده جدا
هو اللعيبه هتضحك عليه الايه اللعيبه زمايله ينكسب شعارات منك تاني. اه واكتر حاجه ان انت ايه تكسر اللاعب ان انت فاهم ازاي دي له كوبري حلو او شكله كده جميل بس تضحك انت بس همت يبعد عنك بقى يبعد عنك يقول لك مش هيحصل حاجه عشان كده كنت معتمد على الكباري بشكل كبير. مين من صحابك عملت فيه الحركه ديت وقال لك انت عملت فيها كده؟ لا لا كتير. لا انا من اللعيبه يعني جيلك و... لا لعيبه كان في زمان احنا بنلعب ايام المنتخب الاولمبي كان مستر كرول كان بيعمل بيشوف اللعيبة المميزة الحريفة بنعمل تحدي يعني بيجيب احسن ايه احسن مدافعين واحسن ايه لعيب الكوره مهارين بيرقصوا يعني كان ساعتها في المنتخب الاولمبي كان معايا انا وحازم واحمد فاروق احنا الثلاثه حريفة يعني ومحمد صبري طبعا محمد صبري كان احنا المنتخب احنا ايه موجودين احنا الاربعه ضدنا بقى مدافعين مين بقى محمود العارف معتمد الجمال وليد زايد كان سعيدة هاني يونس بتاع جمهور الشبين يعني الاربعه ضد ايه ضد ايه الاربعه واحد على واحد بقى يطلع على ايه يعني على العذاب تخيل بقى يعني بص بقى تخيل احنا واحد على واحد واربعه حريفه قوي بس رايحين بقى ايه الحمد لله كسبت البطوله يعني كسبت طبعا انت اللي كسبت يعني. مين بقى او بلاش مين ليه دلوقتي ما بقاش فيه الحريفه اللي زي عبد الستار صبري زي حازم امام زي محمد صبري زي وليد صلاح الدين ليه ما فيش اللعيبه دي دلوقتي العيب فين؟ العيب في كرة الشراب انها ما بقتش موجود؟ لا لا العيب انا هكلمك بصراحه العيب في المدرب مدربين المدربين اتغيروا المدربين دلوقتي بقى ايه بيعتمد الاعتماد كله على ايه؟ حته ايه؟ ضرب اجري واضغط اجري خش بقى جامد اجري كتير العب كوره من لمسه واحده ما تمسكش الكوره كتير بتاع الحاجات دي كلها انا بتكلم في المدربين اي يعني الكوره يقول لك الكوره اتغيرت لا الكوره ما اتغيرتش العصر بقى الكره سريعه ده لا المدربين دلوقتي ما هي بتعتمد على ايه حده القوه حتى العالم كله مش صح. مش مصر بس صح العالم كله بقى يعتمد بقى على حده القوه والضرب وبتاع الحاجات دي كلها صح. بشكل ايه كبير ما تقوليش ان الكره وقفت على ايه ما فيش غير ميسي ما فيش لا في احسن من ميسي في ناس هتطلع احسن بس الاعتماد كله ان المدرب ايه يدي الفرصه عايز الكره البدنيه عايز بتاع الحاجات مين اللعيب الحريف اللي موجود في مصر دلوقتي بيكيفك شيكابالا بحب شيكابالا شيكابالا يعني لعيب كبير وبحس ان هو يعني قريب مني شويه قريب منك وستايله زي شويه يعني ولعيب مهاري طبعا يعني ولعيب مميز صح بالذات في الفتره الاخيره حسيت ان هو يعني نضج بقى اكتر واكتر كتير طبعا خبرات كثيره بكتير وبتاع الحاجات دي كلها وبعدين بص يعني اللعيب المميز بيفرق من لمسه من لمسه واحده ممكن يعني تحس ان لعيب كبير من لمسته للكوره من طريقته وانت بتتفرج على المباريات شيكابالا او غير شيكابالا يعني بتبقى بتتوقع الترقيصه او بتقول له اعملها كده او اعملها كده بس انت واحد حريف بقى عارف انت اللي هو ايه عينه بتيجي تقول ما تعمل كده لا يعني في اوقات كتير قوي انا بتفرج على الماتش بتعب انت رقصه كده ايوه بتبقى عارف انت نفسك يعني تنزل تعملها انت يعمل رقص يعني انت باينه هو باينه انت خلاص هو جاي لك اصلا ايه يعني رقصوا الناحيه الثانيه صحيح بلاقي بقى هو عملها ايه بس بلاحظ ايه الحريف بيقعد يقنب نفسه في الكوره دي زهق انا ما عملتهاش يعني أيوة ايه طبعًا. الحركه اللي انا يعني وانا عملتها في التدريب وبتاع يعني ورقصت بيها فلان وفلان وفلان النهارده فيتوريا كان المؤتمر الصحفي بتاعه راجل جه خلاص مصر اهو وموجود معانا في مصر وكان حازم امام قال ان الجهاز الفني بالكامل بالمصريين هيتم الاعلان عنه يوم 2 من الشهر تمام فينك بقى في القصه دي انا نفسي طبعا اكون موجود يعني ده امنيه حياتي وروي فيتوريا يعني انا من المدربين العظماء طبعا في البرتغال في الفتره ان انا كنت في بنفيكا انا كنت بلعب في بنفيكا كنت يعني الحمد لله كنت حاجه هناك كنت احسن لاعب هناك في اخذت احسن لاعب في دوري البرتغال كلها طبعا يعني ضد لعيبه مميزين ببروسكي ومانيش ويعني كل اللعيبه دي كانت معايا خدت يعني انا كنت يعني احسن لاعب كان سعيد روي فيتوريا ده كان ماسك الناشئين في تحت في بنفيكا يعني كان هو مدرب ناجح وحتى كمان هو من لعب مع روي كوستا شويه وبعد كده روي كوستا راح بقى فرنتينا والاسماء العظيمه دي طبعا بس يعني حتى كمان لما جه روي كوستا راح جابه ممسكه بنفيكا بناء على هو ايه شايفه مدرب كويس كان ماسك في القطاع الناشئين بشكل كويس مميز بشكل كبير وبتاع الحاجات دي كلها وهو ابن بنفيكا كان هو من ضمن الماتشات لما كنا انا بلعب وكان هو كان طبعا ايه
مع مع طبعا بكل كل القطاع كله بيطلع بقى يتفرج عليه عليه على بنفيكا وتشجيع لبنفيكا وكله ايه. والحمد لله كنت مميز يعني انا كنت يعني من اعز اصدقائه يعني كنت على طول انا عارف يعني ناس كلها كان على طول موجوده معايا بشكل كبير جدا. كل البرتغاليين كل البرتغاليين الموجودين في مصر. حد يكلمك من اتحاد الكوره؟ لا ما حدش كلمني. انا اتمنى انا الحمد لله انا برضو اللغه انا بشكل كويس يعني الحمد لله يعني البرتغالي كويس فيها. كنت اتمنى ان انا اكون يعني نفسي اكون موجود مع روي. ان اول حاجه ان انا قريب من البرتغاليين شويه. حته اللغه برضو الحمد لله كويس فيها. حته برضو ان هو لعب في بنفيكا طبعا يعني ابن بنفيكا وانا برضو وبرضو بره الاهلي والزمالك. يعني انا ببص لها برضو حته المدير الفني ده لما مثلا مدرب يجي مثلا مع جهاز فني اجنبي وبتاع الحاجات دي كلها يبقى المدرب بره الاهلي والزمالك المساعدين يبقوا بره الاهلي والزمالك. يعني احنا شفنا في مشاكل حصلت كتير قوي في الفتره بتاعت اسامه نبيه لما كان ماسك في الفتره دي حته الاهلي كان حصل مشاكل مش عارف ليه عشان موضوع هو الزمالك والاهلي وطبعا انا يعني صراحه اسامه من المدربين اللي كويسين ما عندهم يعني مفيش مشاكل كان من ايه من الناحيه الثانيه بس طبعا حصل شويه تراب شويه برضه نفس العمليه اي واحد هيجي من الاهلي او الزمالك هيحصل ايه الاضراب ده اشمعنى ده واشمعنى ده. طيب انت اكيد حازم امام كابتن كبير حازم امام عشت عمرك يعني في الملعب طبعا فكرتش تتكلم معاه؟ انا ما لا الصراحه ما يعني ما اتكلمتش معاه بس يعني اتمنى ان هو يرشحني يعني من حازم صاحبي يعني من نفسه حازم صاحبي وحبيبي وبتاع الحاجات وبعدين يعني كنت يعني اكيد حازم لما راح هناك يعني اكيد يعني كلمه او لما راح البرتغال كلمه يعني صبري كان في فيك يعني ما اعرفش يعني اتمنى يعني ان شاء الله. هو بقى كمدرب رايك فيه ايه في الامور الفنيه في الامور الشخصيه انت تعرفه على مستوى الشخصي واكيد تعرفه على مستوى المهني في مشواره يعني؟ لا مدرب كويس جدا مدرب ليه فكر بس هو ما مسكش منتخبات خالص يعني اول منتخب يعني مسكه منتخب مصر هو مسك بنفيكا هو البدايه بتاعته الانطلاقه بتاعته من نادي بنفيكا نجاحه مع بنفيكا بنفيكا هو اللي ابتدى ايه ابتدى اديت له الصوره كويسه جدا اللي ايه ان هو يروح السعوديه مصر السعودي وبعد كده سبارتاك موسكو يعني ابتدى ايه بس بنفيكا نادي كبير زي مورينيو زي فاضل برضه مورينيو لما مسك بنفيكا مورينيو بنفيكا وبعد كده بورتو مسك بورت بقى انطلق انطلاقات بقى بتاع الحاجات دي كلها لا هو مدرب كويس وبناء ان هو مسكوه بنفيكا نادي كبير نادي ليه شعبيه كبيره جدا ان هو مدرب كويس مدرب ليه فكر وهيعمل حاجه كويسه. تتوقع نجاحه مع منتخب مصر؟ طبعا هيكمل الاربع سنين؟ ما اعرفش الصراحه يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله. احنا مشكلتنا احنا في يعني في هنا في المنتخبات بالذات اللي بيبقى فيحصل مشكله بيبقى في تغييرات كتير قوي بتاع الحاجات دي اتمنى ان شاء الله في استمراريه في استقرار ده الاهم عشان منتخب مصر وبتاع يعني هو مدرب كويس هيبقى ليه فكر كويس او وكل المدربين البرتغاليين لو تلاحظ ان ايه ليهم بقى دور اساسي دلوقتي في مع ايه مع الانديه سواء الانديه وسواء المنتخبات صحيح. يعني احنا نبص على إيه؟ كروش كان ليه دور كبير جدا صحيح. يعني اكيد في توريا برضو يبقى ايه مدرب كويس جدا هيبقى عامل طريقه ولا فكره انه يبقى فيه اثنين مدربين في الاهلي والزمالك تحديدا برتغاليين دي تفرق معاه في شغله طبعا انا بص يا كريم رقم واحد انا بقول يا جماعه هو رقم واحد النادي ولا منتخب مصر طبعا رقم واحد منتخب مصر احنا كان زمان لما كنا بنلعب ايام بقى كابتن جوهري الله يرحمه وكابتن حسن شحاته ربنا يديله الدور طول العمر كان في يعني ايه المدير الفني الاساس بيسال القوام الاساسي للمنتخب المصري هو ايه الاهلي والزمالك صحيح انا كمدير فني المفروض يبقى ايه الدور الاساسي اللي يعمله ايه روي دلوقتي مع الاهلي والزمالك يجي ايه اقول لهم يا جماعه نلعب بطريقه 4 2 3 1 لازم تلعبوا انتوا 4 2 3 1 انتوا ساعدوني ساعدوني الاهلي والزمالك احنا لو تبص زمان لما كابتن جوهري كان بيلعب 5 3 2 كله بيلعب كده في مصر كان كله بيلعب ازاي حتى كمان المدير الفني لما اجي اختار اشوف كريم انا في عندي صغر هنا في ديفندر كريم بيلعب ديفندر مميز في النادي راح جاي خلاص عارف هو يلعب في الحته مكانه اللي هو حافظها صح انا بقى دلوقتي احنا نيجي نغير في فرقه بتلعب ب 4 2 3 1 وفي فرقه بتلعب ب 4 3 3 وبيلعب 4 4 2 والشغل اجي انا مدير فني لما اجي احط بس انا في المكان
هو مش متعوف بيلعب في النادي في حته مش لاقي لعيب ديفندر مش لاقي لعيب رقم 6 كلهم تمانيات زي اللي حصل مع قفشه قفشه كروش خده كان بيلعب مثلا كروش بيلعب 4 3 3 فعايز يلعب مركز 8 هيلعب بيلعب مركز 8 ناحيه اليمين او ناحيه الشمال هاف يعني بيلعب هاف رايت هاف ليفت طبعا قفشه كان بيلعب ايه في الاهلي 10 ليميكر لما لعبه في الحته دي ما عرفش يلعب حصل مشكله صح يبقى ده دي مشكله كبيره جدا صحيح. عشان كده ان احنا نتمنى ان شاء الله يبقى في تعاون في تعاون جامد جدا صحيح لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا زي لعبه بالظبط مع الحريف او الكابتن الكبير كابتن عبد الستار صبري بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله الممتع دوما كابتن عبد الستار صبري مازال مكمل او مستكمل معايا هذه الحلقه الرائعه بوجوده طبعا حبيب كبير كابتن عبد الستار ماتش الاهلي والزمالك قمه كاس مصر شايف المباراه دي ازاي لا المباراه دي ملهاش مقياس يعني مباراه ليها طبع خاص طبعا يعني فريقين كل دلوقتي يعني مركز وبطوله بالنسبه له يعني حاجه كبيره ماتش الاهلي والزمالك بس احنا نتكلم على ايه كل واحد ليه سلبيات وكل واحد ليه ايجابيات نيجي للنادي الاهلي الايجابيات السلبيات بتاعته ان هو خسر ماتش الايه ماتش بيراميدز ما شفتش في حياتي النادي الاهلي يعني اكلم بقى بايه ان هو بيخسر ماتشين ورا بعض ساعه ما ايه ما شفت الدوري ان هو بيخسر ماتشين ورا بعض هتلاقي في حافز اكتر النادي الاهلي احنا بنتكلم عن النادي الاهلي دلوقتي النادي الاهلي هتلاقي في ضغط عليه جامد جدا الماتش مصيري الماتش ما ينفعش يبقى يخسر ماتشين ورا بعض يبقى في تركيز اكتر في اجابات اكتر في اهتمام في يعني شغل بشكل كبير جدا هتلاقي المدرب سواريز انا عارف ريكاردو سواريز ايه هتلاقي كل قاعد مع لعيب لعيب المشاكل هتلاقي في نظام في تركيز في صح. اهتمام في هتلاقي الامور مختلفه النادي الاهلي صحيح هتلاقي في تحفيز جامد جدا صحيح دي بس دي في ناحيه الايجابيات السلبيات النادي الاهلي دلوقتي في مشاكل من ايه من ناحية الدفاع عنده والحارس المرمى الشناوي برضه مش في الشكل الايه المثالي بتاعه المثالي بتاع اللي احنا عارفينه وبتاع الحاجات كلها في هزه في مشكله والجون ده يعني هو ده الفرقه كلها يعني صح. يعتبر هو صح. الاساس ليه بس الكابتن طارق سليمان كان معايا من شويه وقال كلام منطقي جدا قال ان حاله الفريق دايما بتصب على حارس المرمى يعني لو الاهلي كويس هتلاقي الحارس كويس لو الاهلي مش كويس هتلاقي الحارس انا بقول لك الاساس في هزه بتاع الشناوي عشان كده في مشكله صحيح. يعني دي السلبيات في مشاكل كتير قوي والنواحي الدفاعيه دلوقتي بقى في عدم استقرار علي معلول في الماتش الاخير علي معلول من العناصر الاساسيه طبعا النادي الاهلي هو العنصر المهم وشكل ايجابي للنادي الاهلي بقى فيه هزه دلوقتي في كان في مشاكل صحيح دي نواحي نيجي نادي الزمالك الزمالك الماتش الاخير النواحي الايجابيه بتاعته انه كسب المحله في المحله ماتش كان مهم جدا للزمالك طبعا ماتش ان هو ايه هيخليه رقم ايه يعني ينفرد بالصداره بالظبط صحيح ايه النواحي البدنيه والنواحي المعنويه للعيبه في قمه يعني حاجه جميله في جدا القمة. في القمه طبعا في في انتعاش في نادي الزمالك في لعيبه وبتاع في مميزين في اللعيبه دلوقتي ابتدت ترجع بشكل ايجابي المصابين يبقى خلاص يبقى ايه نادي الزمالك مكتمل بشكل ايه كويس قوي الناحيه السلبيه بقى الناحيه الزمالك مشكله الزمالك الاستمراريه ما عندوش استمراريه في ايه في بعد يعني بيلعب لقاء بيكسب الماتش اللي بعديه ممكن تلاقيه مفيش يعني مستوى تون المستوى وبيأثر بشكل بيبقى يعني تحس ان الزمالك يعني المفروض يبقى يكمل الاستمراريه بتاعته صح بيرجع لورا صح اللعيبه لما الزمالك بيكسب بيبقى فيه استهتار اكتر شويه في بس بصراحه الفتره الاخيره الزمالك الاستهتار ده ما تشوفوش يعني فيريرا كمان مدرب قوي الشخصيه جدا تحس اللعيبه ملتزمه جدا ما تحسش انه اللعيبه مثلا عندها تهاون في اي لحظه من اللحظات يعني انا معاك ده الفضل يرجع لفيريرا بصراحه ده مدرب شخصيه قويه جدا واللعيبه دلوقتي بقى لعيبه نادي الزمالك طول عمرها حاسس ان ايه ان النادي الاهلي بالنسبه لهم مشكله مش عارفين يكسبوا النادي الاهلي ده احساس دلوقتي لعيبه نادي الزمالك طول عمرها حتى لو الزمالك كويس بحس ان اللي بينزل الماتش ان النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي احسن منه ان هو ايه حتى لو جاب جون مش مصدق بيبقى تلاقيه ايه مش يعني عنده عدم الاستقرار عدم ده كده مفيش ثقه بشكل كبير جدا عشان كده الزمالك المفروض الماتش ده بالنسبه له برده فيه اهتمام بيركز ان هو ما يخسرش المباراه عشان يقدر يكمل مسيره الدوري يعني لا المباراه صعبه الفريقين في تكافؤ
واحنا نبص للماتش ماتش برتغالي مش ماتش اهلي وزمالك. يعني ده ماتش برتغالي الاثنين عارفين بعض. صحيح الاثنين عارفين ايه نظام بعض نقاط القوه بالظبط الاثنين يعني انت بتقدر تعرف سواريش كويس كمدرب رايك فيه ايه؟ لا مدرب كويس كان ساعتها هو ماسك فرقه الدرجه الثانيه بعدين مسك فرقه في الدوري في الترتيب اللي في نص الدوري في البرتغال طبعا لا مدرب صاعد مدرب صارم يعني ايه ليه شخصيه عصب شويه يعني بيحب هو ايه على طول اللاعب اللاعب الايه اللي عنده مميز عنده السرعه عنده مهاره بشكل كويس او حتى لو نلاحظ ان قفشه فاق صح بشكل كبير صح. يعني هو بيعتمد ايه ان هو بيحب اللاعب الكوره ان يمسك الكوره ويعدي بشكل كويس قوي واحنا شفنا النادي الاهلي في الفتره الاخيره لما مسك ريكاردو سواريش ابتدى النادي الاهلي ابتدى ايه يلعب كوره على الارض بشكل كويس بس ايه حته النواحي الهجوميه بقت ايه مش مش ايجابيه بشكل كبير قوي يعني الاهلي بيضيع فرص كتير قوي كتير يعني عدم تضييع الاهداف تبقى اثر طبعا على النادي الاهلي عشان كده سواريش يعني اكيد في تخصصات هتبقى في تخصصات من النواحي الهجوميه. عايز اسالك سؤال كنت لسه يعني جالي دلوقتي وانا بختم معاك يعني لو انت موجود دلوقتي في الدوري المصري بتلعب في الكره المصريه تاخد كام في السنه؟ مش عارف قول يعني تختار كام يعني في الارقام اللي بتدفع كتير والله اصل انا ممكن احط رقم انا من عندي بس يعني اسمع رقمك الاول انا بتفاوض معاك دلوقتي وعايزك تيجي تتكلم معايا لما انت هتتكلم طب انت اتكلم في البدايه في الاول الرقم وانا اقول لك اصل لا انا لو حطيت رقم هو ايه ما هو دلوقتي الانديه بتعمل ايه بتيجي بس تتفاوض مع لعيب تقول له هندي لك مثلا 10 قروش او 5 قروش يقول لهم لا انا اخد ايه كذا يعني ايه بس ايه بيبتدي ايه النادي هو اللي بيتكلم اصل الرقم اللي انا هحطه بالنسبه للارقام اللي بتدفع دلوقتي فانت هتشتري مني على طول دلوقتي وهتنزل تلعب عايز اسمع منك الرقم على ضوء اللي بيحصل دلوقتي لا يعني انت هتتكلم في 70 مليون 80 مليون في السنه في السنه يعني في الموسم هو رقم كبير بس حقك يعني 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 بالنسبه للي بيحصل دلوقتي يعني هو حقك يعني هو رقم ضخم قوي يعني في السنه يعني تخش لك يعني 70 80 مليون انا حاسس انك بتتكلم كده بتواضع كمان لا يعني هو هاخد 70 80 مليون في السنه لا لا يعني يعني ساعتها انا يعني انا شايف اسعار رهيبه عندك حق والله يعني في لعيبه يعني بياخدوا 20 و30 مليون وحاجات كده فما يعني انا كان نفسي والله كان نفسي بس انا كنت بهزر معاك يا كابتن عشان معيش 70 جنيه نورتك يا كابتن عبد الستار دايما مشرف ومنور بشكرك شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10 اشوفكم يا رب على الف خير